بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة وقراءة في كلام مسؤول بعد كثير من الكلام غير المسؤول. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة، حلقة من المؤكد أنها تأتي في توقيت بالغ الأهمية شديد الحساسية، لكن علشان كده يمكن اخترنا عنوانها الرئيسي حتى يضع حضراتكم أمام الصورة كاملة بكل الأمانة والمسؤولية والوضوح والصراحة. حلقة عنوانها الرئيسي إن لم يكن الآن فمتى؟ إن لم يكن الكلام الصحيح الصريح النهاردة فهيكون إمتى؟ إن لم يكن الاعتراف والتأكيد والتوضيح والمسؤولية فإمتى هتكون؟ وإن لم يكن هنا يا باشمهندس فأين؟ لا، لازم يكون هنا وفي كل مكان على شاشة القناة ووسائلنا الإعلامية. وأيضا لازم نعرف إمتى نقول إيه وإمتى نعمل إيه. ولازم نعرف إن في أوقات العمل أهم من الكلام. أيوة، أظن إن إحنا في هذه اللحظة، لكن هذا لا يمنعنا من تحليل المشهد كاملا كما حدث. تحليل المشهد مش هننجرب بعواطف المشجع، خلاص مفروض إن إحنا كلنا خلاص فرغنا الشحنات اللي عندنا، لأنها الحقيقة مسألة كانت صعبة، ما كانش سهل أبدا بالملابسات اللي حدثت بيها، إنك أنت يعني في الآخر تخسر بالشكل اللي حصل ده، ولكنها دائما المقدمات تشي بالنتائج. عشان كده زي ما قلت لحضراتكم، إن لم يكن الآن فمتى؟ وكمان إن لم يكن لأجله فلأجل من؟ إن ما كانتش الصراحة والأمانة لأجل النادي الأهلي هتكون لمين؟ وإن ما كانش ده معاكم فهيكون مع مين؟ جمهور أحب ناديه إلى درجة الصدمة المميتة، الصدمة اللي يعني بمناسبتها بننعي ثلاثة، زي ما يمكن وسائل الإعلام ذكرت ثلاثة من مشجعي الأهلي بعد المباراة لأسباب مختلفة توفاهم الله، بأسباب صدمات نفسية، بأسباب صدمات قلبية، بأسباب نوبات مفاجأة، في كل الأحوال تعددت الأسباب والموت واحد. بننعيهم وبنشاطر أسرهم الكريمة، ويمكن ده يفتح كلام كمان النهاردة. علاء خالد صديقنا الفلسطيني مؤسس ورئيس رابطة مشجعي الأهلي في غزة كلمني الحقيقة، وعندهم نفس الوجع الكبير، لكن كمان قال لي ضياء مصباح وهو واحد من أقطاب رابطة مشجعي وعشاق الأهلي في غزة، بعد المباراة مباشرة دخل المستشفى، حتى الآن لا يقوى على النطق، ما بيتكلمش، الصدمة النفسية وضع أنه عنيفة. بص يا أستاذ إبراهيم، هي المسألة مش صدمة بطولة أو ضياع بطولة أو مباراة أو نتيجة مباراة أو حتى أداء غير متوقع. الصدمة في المشهد منذ لحظة انتهاء أو أثناء المباراة. من فضلك ما تكلمنيش وانا بتكلم، فضلك ما اعرفش اتكلم وحد بيكلمني فوق. المشهد يا استاذ ابراهيم معناه من لحظه المباراه وانا اشعر بضيق، انا على المستوى الشخصي ضيق، رغم انك كسبان 3-1، لكن تشعر ان ثمه امور ما كان لهاش لازمه بتحصل. طب بتحصل ليه؟ هناك فلسفه واراده لكل امر يحدث. يعني لما تيجي وقعه زي بتاعه ازارو يقطع الفانيلا، وهناك تحقيق لازم يتم عشان نوصل هل فعلا كان بتعليمات من كارتيرون، فاذا كان هذا حدث فيكن ده كافيا لوحده بالنسبة لي لأسباب الضيق. ليش دعوة بالمباراة بقى؟ لأن دي
كانت المقدمات التي تشهب النتائج. انت عملتها ليه؟ لا هي تدخل في عمال اقول ايه سيميليشن، لا ده تشد بالفعل، تشد والفار اثبته والحكم حسب ضربه جزاء وما كان لهاش تاثير على قرار الحكم. طب عشان تؤثر على قرار الحكم لا رحت له ولا هو جالك ولا حد شافها الا بعد المباراة. القرار حتى ولا حد شافها الا بعد وبعد القرار. طب بتوضح الخطا اللي حصل ربما، طب بتوضحه ليه وقد كان واضحا لدى اصحاب القرار. الفكرة انك انت لما يحصل لك حاجة ملهاش مبرر تضايقك تخليك تنقبض. والله يا استاذ ابراهيم انت بتكلمني الحلقة اللي فاتت وعمال تقول لي وانا مش عايز اضايق الناس، انا جوايا حاجة مش مبتهجة. اديت فرصة للناس كلها المتربصة بيا انها تنظر عليا، اديت لهم فرصة ان يزيفوا حقائق والناس تقبلها، اديت فرصة لأصحاب القرار في الكاف ان يبقوا تعاطفهم مش معاك لدرجة اي ورقة تتحط قدامهم ياخدوا بيها قرار ويبنوا بيها انطباعات. هذا ما يضايقني يا استاذ ابراهيم. عشان كده كلام كتير مهم جدا بتفاصيله الحقيقة، وزي ما قلت لكم من شوية هذه حلقة تنتصر للأهلي، تنتصر للأهلي وثوابته، تنتصر للأهلي وحقه علينا كلنا أن نتحدث عنه ولأجله بكل الصراحة والوضوح، ونضع الجميع أمام مسؤولياته بما فيها الجمهور وحقوقه الكبيرة جدا على كل مسؤول ولكل من ينتمي للنادي الأهلي. فهتلاقوا بإذن الله محاولة قراءة في تفاصيل المشهد، كل حاجة حصلت ليه وكان ممكن تحصل أفضل إزاي، وتأثيرها على ما حدث في الملعب الأولمبي بضحية رادس في تونس يوم الجمعة كان تأثيرها ايه المباشر وغير المباشر، وازاي نقدر، وده الاهم في نهاية الحلقة هنحاول مع حضراتكم نخلص الى ايه اهم حاجة نطلع فيها من هذا النهائي. الاهلي ضاعت منه فرصة احراز لقب مهم، ضاع منه فرصة المشاركة في بطولة العالم، لكن في الاول وفي الاخر لابد ان هناك فوائد ودروس مهمة جدا نعيها مما حدث في رادس بس علشان العودة بقوة ان شاء الله للبطولة اللي هتبدا الشهر الجاي. استاذ ابراهيم كمان لازم نطلع منها كلنا، كل واحد دوره ايه بالظبط، كل واحد دوره ايه. ده الاهم من كل ده بالظبط، يعني الدراسه بسبب ماذا يفعل كل منا بموقعه بالزبط. اعلامنا، مسؤولينا اللي له مراكز يقدر يقترب من اصحاب القرار ويقول رأي، الفنيين الجماهير والجماهير. يعني قد تعتقد الجماهير ان بالقسوة جابت نتيجة. استاذ ابراهيم انا قلت لك قبل بيان الكابتن الخطيب كنت قعدت انت كعادتك تستدرجني وانا برضو في الاخر ضعفت ناحيتك، بس طلبت منك ما تتكلمش دلوقتي. وقلت لك في رصد للكثير من الامور التي ينبغي اتخاذ قرارات فيها من مدة من أكثر من شهرين أو ثلاثة، ترصد الأمور ومحل دراسات ومحل رؤية عند الكابتن الخطيب في حاجات مش عاجباه. كويس، التوقيت بقى كان إمتى؟ وكابتن الخطيب وصفه المفوض من مجلس الإدارة بالإشراف على الكورة. طب التوقيت كان إمتى؟ ما هو انت بداخل كل 48 ساعة ولا 72 ساعة في تحدي مصيري. صحيح، تحدي مصيري صحيح وماشي. لكن كلام كابتن خطيب لم يكن وليد الضغوط لكن وليد ادراكه بالموقف وتوقيت القرار، بدليل ان انت برضو لم تتمالك نفسك وكتبت حاجه قبل الكابتن الخطيب ما طلع بيان. كتبته ولا ما كتبتش؟ انه في قرارات مهمه لابد ان تصدر. صحيح، مش لابد، سوف تصدر. انت ما قلتش لابد. لا قريبا. قرارات كرويه مهمه قريبا. ما تقولش بقى لابد اكن ده كان توقع. لا انت كنت بتكتب من خبر انت عارفه، واخد بالك، قبل ما يطلع اي كلام. اذا مسألة ان انت طول ما انت ماشي حتى وانت كسبان انت بتبص ازاي تستمر كسبان وازاي تطور، وهو ده اللي خلى الاهلي مستمر. انت بتبص على المشهد مش من منظور ان احتفل وراه وحنام واغيظ اللي قدامي
دي مش اهداف. وعشان كده زي ما قلت لكم مش هتسمعوا النهارده الا كل حاجه باذن الله تطمئنكم على النادي الاهلي وتستشرفوا بيها شكل الخطوات المهمه اللي جايه باذن الله. بعدين نعمل عهد كلنا مع بعض ازاي نتفادى الهجمه الشرسه اللي بقالها زي الافاعي بتاعه الافلام بتاعه زمان 10 رؤوس للاسف. انتوا عارفين الفرقه رجعت امبارح والكارتيرون المدير الفني منح اللعيبه اجازه من التمرين 72 ساعه للاجهاد الشديد. كابتن محمد يوسف المدرب العام القائم باعمال مدير الكره نفى تماما وجود اي عروض تلقاها وليد ازارو المغربي مهاجم الفريق، واكد ان كل ما يتردد بخصوص رحيله في فتره يناير كلام غير صحيح بالمره. واوضح يوسف ان عاد ازارو ممتد مع الفريق ولسه فيه موسمين ونص الموسم، وان في تمسك كبير بخدمات اللاعب لانه احد العناصر المهمه في فرقه الاهلي حاليا. بينما التونسي علي معلول هيرجع للقاهره خلال ساعات ان شاء الله بعد ما قضى اجازه قصيره في تونس، وبيواصل علي تدريباته التاهيليه بعد علاجه من تمزق في العضله الضامه. الجهاز الفني للاهلي بيواصل مشاوراته لحسم الاسماء اللي لازم يسجلها يوم الخميس، لابد ان هو يحسم القائمه الافريقيه، ودي ده احد التحديات الحقيقه الصعبه، لانه متخيلين انتوا الموسم المحلي في اثنائه، لكنه البطوله الافريقيه بالاجنده الجديده الانديه ملتزمه بالقيد الاولي فيها هيكون يوم الخميس نهايته الساعه 12 بالليل ان شاء الله. دي بالنسبه للقائمه المبدئيه. لابد ان انت تسجل 23 لاعب. لا مش لابد. انت مش مفروض تسجل اكتر من كده تكتيكيا يعني. لكن ما علينا، هي بتبقى قائمه مبدئيه ويمكن في المرحله الاولى التعديل والتغيير والسحب والاضافه دون اي غرامات لفتره محدوده. بعد الفتره دي ما تنتهي. هو ده كان لما كان القيد في الاول في يناير والثاني في اغسطس. انا بحكي لك اللي سالت عليه واللي عرفته. اتفضل. يعني مش وجهه نظر قديم. مش وجهه نظر. الكلام ده انا سالت امبارح تحديدا هي هتمشي ازاي. الجواب اللي جالي هو ده اللي بقوله لك. انت هتأيد عدد من اللاعبين 23 لاعب مثلا. في ال 23 لاعب تستطيع خلال مده معينه وحتى تاريخ معينه مثلا، انا مش فاكره انما ربما يكون 15 الشهر الجاي، تعمل اي تعديلات بدون غرامات. وبعدين ال 15 يوم اللي بعديهم اي تعديل تعمله بغرامه، وبعد كده ما فيش تعديل. يعني على ثلاث مراحل تستطيع انك انت تعدل وتحرك في القائمه الافريقيه. طيب ده اللي هيتم حسمه ان شاء الله قبل الخميس، لكن كمان يوم الاربع بعد غدا ان شاء الله الفريق هيستأنف تدريباته. الاهلي عنده مباراه مهمه جدا مع الوصل الاماراتي، هتكون في الامارات يوم ال 22 الجاري. الفريق هيستأنف تدريباته ويعاود العمل يوميا في ملعب مختار التتش بعد حصول اللعيبه على الراحه، ثم يستعد للسفر ان شاء الله الى الامارات لاداء مباراه الوصل في دور ال 16. الحقيقه الوضع بهذا الشكل، الجدول المضغوط جدا اللي هيواجهه الاهلي المرحله الجايه، واللي هيفرض على الاهلي تحديات كبيره جدا، لانه احنا بنتكلم في 20 مباراه لعبها الاهلي من وقت ما لعب مع تاونشيب يوم 17 يوليو الماضي ولغايه مباراه الترجي، لعب 20 مباراه، لعب 10 في دوري ابطال افريقيا و6 في الدوري ومباراه في الكاس وثلاث مباريات في البطوله العربيه. طب اللي جاي ايه؟ اللي جاي اصعب واعنف واشرس، ويحتاج من الاهلي تجهيز اكبر عدد من اللعيبه. يكفي ان انا اقول لحضراتكم الاهلي في خلال الست شهور اللي جايه هيلعب كل 3 ايام ونص مباراه. مباراه كل 72 ساعه او كل 80 ساعه بالظبط للاهلي. في 55 مباراه هتتلعب ابتداء من 22 نوفمبر المباراه مباراه الوصل الاماراتي لغايه الاول من يونيو 2019. أول يونيو 2019 المدة بالظبط 190 يوم، في ال 190 يوم الأهلي هيلعب 55 مباراة، يعني كل 3 أيام ونص مباراة. المباريات دي إيه؟
28 مباراة في الدوري واربعة في كاس مصر في حالة ان شاء الله الوصول للنهائي، ومباراة في السوبر المحلي مع الزمالك، ومباراة مع اتحاد جدة في السوبر المصري السعودي يوم 27، يعني الاهلي هيلعب مع الوصل في الامارات 22 ويرجع عشان يلعب مع اتحاد جدة في القاهرة يوم 27. هيلعب 7 مباريات عربية في حال الوصول للنهائي ان شاء الله، وهيلعب 14 مباراة في دوري ابطال افريقيا 2019، البطولة اللي بنظامها الجديد او بالاجندة الزمنية الجديدة هتبدا في هذا الشهر. الاهلي هيلعب في ديسمبر اللي جاي، لكنه هيلعب مباراة في دور ال 32 بالمناسبة، وهيدخل دوري المجموعات بعدها ان شاء الله في دور ال 16. البطولة هتنتهي في نهاية مايو اللي جاي، فده الميعاد الجديد للبطولة اللي حطتها كلها في فترات قصيرة جدا. ده تحدي كبير جدا للاهلي بهذا الشكل. من المؤكد يا باشمهندس المساله محتاج لعيبه كتيره. ده اللي دهشني انك انت في هذا الموسم تعمل قائمه 25. والقائمه الافريقيه انت داخلها ب 17 لاعب من بقايا الموسم الماضي. الـ 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 الاشكاليه كانت كبيره، وانك انت يعني لحد الماتش الاولاني بتاع الترجي انت ماشي بنجاح في انك انت تتخطى كل العقبات الصعبه والخروج من المحلي الى العربي الى الافريقي والرجوع الى العربي الى المحلي وهكذا. المساله رغم صعوبتها اهي كانت ماشيه. وبعدين وهي ماشيه عمايا هناك قناص يصطاد في لعيبتك قال مع نجومك، انت متخيل انك تلعب فاينل يا ابراهيم من غير اجاييه ازارو معلول احمد فتحي على معلول احمد فتحي ثم سؤلية في في الماتش وهاني، وبعدين كمان قبليهم طبعا رامي خلاص مش هنتكلم ده من اول السنه لكنه كان مقيد افريقيا. هو يكفي الاربعه ان انت بتتكلم في الطرفين وبعدين كمان لاسباب اخرى مؤمن زكريا، يعني قوام الفريق اللي كان بيروح رادس عشان يلعب ويكسب مش موجود. مش موجود. موجود ناس تانية اقل استعدادا واقل خبره ممكن ما تبقاش اقل مهاره، لكن هي في واقع الامر انت حسام عاشور مثلا ما كان يمسك الكوره ويبص يلاقي على شماله مثلا معلول ولا قدامه مؤمن واحمد فتحي يمينه لا واجايه خلينا عارف هيعمل ايه وهم عارفين هيعملوا ايه. لما يلاقي الاربعه دول مش موجودين ومحطوط اربعه تانيين مش مساله قدره بقى، هنا مساله الهرموني والربط الفكري اللي بين اللعيبه كان مستحيل. انت بتلعب بالروح بالدفع بالدفع بالدفع، لما تيجي الروح دي تتضرب بفعل فاعل ويتم اغتيالك معنويا لمده اسبوع قبل المباراه من كافه المحاور، وقد تكون انت نفسك مسؤول عن ما حدث منه. طبعا طبعا طبعا. انا عشان كده بقول لك لو ان حقيقي كارتيرون قال لازارو اقطع الفانيلا لا ده يبقى موقف تاني خالص، لان هو ده احد المشاهد المؤثره جدا على اللقطه الخطيره. طبعا رغم يعني بص تاثيراتها في المباراه يمكن احنا بعد اللحظه اللي حدث فيها المباراه في مباراه برج العرب ما بلناش التاثير، بان انه ما هو قطع الفانيلا وما كانش فيه اي تاثير ولا حد شاف الحكم. ولا حكم الحكم كان مصفر ومدي ضربه جزاء، ولما راح يراجع الفيديو وليد ازارو قطع الفانيلا فما اثرش على قرار الحكم، وده اللي قلناه ساعتها انه ايه لازمتها ما الحكم كده كده صفر، ولو كان الفيديو قال له غير كده ولغى القرار ما كانش اللقطه هتفرق معاه. انا بتكلم لكن ظهر بعد كده التوتر اللي حصل في تونس والتداعيات اللي حصلت في الكاف والكلام اللي الكاف هاجم بيه كارتيرون، اتضح ان كل ده من وراء هذه اللقطه اللي هنقف عندها يا باشمهندس. لانه اصل بص استاذ ابراهيم دي مش الاهلي ما يقبلش دي. ممكن تحدث، ما في واحد بيتعور ويربط لك دماغه وبعدين يطلع مش متعور وواحد تاني، دي عامله زي ما يكون واحد خد شوم على دماغه وعشان يسبق المحضر هو ما اخترعش واقع راح معور نفسه. يا عم ما انت
خدت الشومه وشهود قالت ان خدت الشومه. الشومه موجوده. الله، مش محتاج انك تعرض نفسك عشان يجي تقرير طبي يبرئ الراجل اللي ضربك بالشومه ويقول دي مش شومه. صحيح. يعني انت عملت التصرف في الحقيقه محتاج لازم تفسر. الشغل اللي اتبنى على التصرف ده انك تزور مستندات وتديها للمنافس عشان حتى لم نتعامل معاها بالشكل الهام اللي هنجيله بعد كده تفصيلا. أيوه. يعني الورقه اللي تزور ده كان لازم يحصل بلاغات للنيابه في ساعتها. هنجيله. اول ظهور للاهلي في الدوري ان شاء الله بعد هذه الفتره هيكون مع المقاولين في يوم 1/12 ان شاء الله حسب ما حددته لجنه المسابقات برئاسه الحاج عامر حسين. تم تاجيل مباراه الاهلي مع سموحه في الاسبوع ال15 لارتباط الاهلي بمباراه الوصل الاماراتي، وايضا مباراه اتحاد جده السعودي على السوبر المصري السعودي اللي هتبقى يوم 27 ان شاء الله. الدوري هيتوقف بعد المباراه اللي شغاله دلوقتي بين بيراميدز والمقصه، وهيستأنف تاني يوم 20 نوفمبر. حتى الان الدقيقه 71 وبيراميدز متقدم على المقصه 1-0. نتائج هذا الاسبوع كان الزمالك فاز على الانتاج الحربي، والجونه تعادل مع سموحه 1-1، والحدود فاز على الاسماعيلي 1-0، بتروجيت تعادل مع انبي 0-0، ودجله مع المصري 1-1، والمقاولين كسب الداخليه 2-0. وبنحيي الكابتن عماد النحاس على بصمته الواضحه على المقاولين. النجوم زاد من اوجاع الاتحاد وفاز عليه 2-0، والكابتن حلمي طولان استقال بعد هذه الهزيمه. بيراميدز متقدم حتى الان على المقصه 1-0 بهدف علي جاب، وتاجلت مباراه الاهلي مع طلائع الجيش. كل ده في هذه الفتره بعد مباراه المقصه مع بيراميدز النهارده. هيتوقف الدوري تاني لغايه يوم 20 عشان المنتخب اللي بدا معسكره النهارده استعدادا لمباراته مع منتخب تونس في تصفيات الامم الافريقيه 2019. مصر وتونس الاثنين ضمنت التاهل الى كاس الامم الافريقيه اللي هتكون في الكاميرون ان شاء الله في هذا الصيف، الصيف القادم بعد تعديل موعد البطوله. اجير المدير الفني زي ما حضراتكم شايفين قاد المران الساعه 6 مساء. المران كان غايب عنه السبع لعيبه اللي هيصلوا في ساعه متاخره من الليله، تباعا المحترفين محمد صلاح والنني وسام مرسي الى جانب محمد حمدي واحمد ايمن منصور لاعبي بيراميدز، واسلام جابر لاعب الداخليه، وطاهر محمد طاهر لاعب المقاولين اللي هينضموا بعد انتهاء ارتباطاتهم مع انديتهم النهارده. عارفين حضراتكم انه اجيري كان اختار لهذه المباراه مروان محسن من الاهلي، وطارق حامد من الزمالك، وايمن اشرف الاهلي، ومحمد الشناوي الاهلي، ومحمود حمدي الونش الزمالك، وباهر المحمدي الاسماعيلي، وصلاح محسن الاهلي، ومحمد محمود لاعب دجله، ومحمود عبد الرحيم جنش الزمالك، ومحمد ابو جبل من سموحه، ومحمد حمدي من واحمد ايمن منصور من بيراميدز، واسلام جابر من الداخليه، وطاهر محمد طاهر من المقاولين. وكمان اختار 11 محترف، احمد المحمدي من استون فيلا الانجليزي، واحمد حجازي ويست بروميتش الانجليزي، والنني لاعب الارسنال، ومحمد صلاح نجم ليفربول، وتريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي، وعمرو ورده لاعب باوك اليوناني، وعواد حارس الوحده السعودي، وسام مرسي لاعب ويجن اتلتيك الانجليزي، وحسين الشحات نجم العين الاماراتي، وعلي غزال لاعب فانكوفر الكندي، وعمرو طارق لاعب اورلاندو سيتي الامريكي. دي قائمه المنتخب اللي بتستعد لمباراه تونس اللي هتكون يوم الجمعه الجايه ان شاء الله في استاد برج العرب. ربما تفيد مش ملاحظ حاجه استاذ ابراهيم. اتفضل. دي حاجه الجهاز اختار مثلا 26 او 27 لعيب. اتعور اثنين. هم بتوع الاهلي. حاجه عجيبه. ايه سبب الاصابات وليه هذه الازمه؟ وكلام كتير جدا، ان لم يكن الان فمتى؟ بعد الفاصل. فريق كبير، فريق عظيم، اديله عمري وبرضه قليل. الشباب ده لما قال كده كانوا صادقين جدا. وانا اعتقد كل مباراه كبيره مهمه بتبرهن للجميع قد ايه الاهلي حقيقه واقعه، وقد ايه الاهلي قيمه ساكنه وجدان هذا الشعب بقيمته وبتاثيره وبتاريخه وبعظمته وبمكانته
وبفرحته وبأفراحه حتى في أطراحه، يعني حتى اللحظات المؤلمة اللي من الطبيعي يمر بها أي فريق تبرهن بقوة دامغة على قيمة النادي الأهلي وعظمة النادي الأهلي ومكانة النادي الأهلي. الإشكالية الكبيرة اللي أنا بفكر فيها الحقيقة مع توالي أحداث الصدمات من بعد المباراة، طبعا ببساطة شديدة جدا عشان نبقى أشد حرصا وأشد صراحة، المسرح اللي حاصل عليه 3-4 أشخاص، ناس زملكاوية فرحانة وشمتانة ولقوها فرصة، أو مش زملكاوية بس أنتي أهلي يعني نتفهم، لا زملكاوية تحديدا، ما انت في احتفالات في الإسماعيلية في بورسعيد يا إبراهيم. أوكي ماشي، يعني في مشاعر أساسية ضد الأهلي، في ناس كتيرة زملكاوية عاقلة ومحترمة ومتفهمة ده ورافضة حتى كل ده وتعاطفت مع الأهلي وتضمنت، بس يعني نبرات الشماتة الكبيرة جدا ده مصدر أساسي منها. على المسرح ناس ما زالت شغلها الحسابات الانتخابية الأخيرة، ودي موجودة دلوقتي في منتهى القوة، ودي موجودة على المسرح الإعلامي بالتحديد، الفواتير مستمرة والعلاقة مستمرة وفرصة كبيرة جدا للانقضاض. ده جزء من أركان المشهد اللي موجود دلوقتي. في جزء آخر نبيل جدا وصادق جدا، ناس أهلوية بجد بس متضايقين من اللي حصل، عندهم أسبابهم، معاهم حق، محتاجين يشوفوا الأهلي بشكل مختلف. رئيس النادي كابتن محمود الخطيب متفاهم ده وقال ده، وهنستعرضه احنا منهم، ما احنا حاسين نفس الشعور، واحنا عندنا نفس الشعور المنقبض والحزين والصادم والرافض للأخطاء اللي موجودة اللي هنتكلم فيها مع حضراتكم بكل صراحة، لأنه إن لم يكن الآن فمتى، وإن لم يكن للأهلي فلمن. لكن النقطة اللي عايز أناقشها مع حضراتكم مع المهندس عدلي لأنه رأيه فيها مهم جدا، الكرة فايز ومهزوم، مكسب وخسارة، الرياضة عامة، رفض الهزيمة للنادي الأهلي ده شيء يعظم قيمة النادي الأهلي، لكن على المدى الطويل وعلى المدى المستمر لما يحدث انه فريق يخفق في ان هو يتوج ويخسر المباراه النهائيه ايا كانت الاسباب، لانه التفاصيل هنتكلم فيها، بس النتيجه انه في فريق خسر مباراه، تكون النتيجه بهذا الوجع الشديد والمؤلم اللي بيودي بحياه الناس، ما بين تعظيم قيمه الاهلي في رفض الهزيمه وانه فريق خلق ليفوز ومكانه الطبيعي على منصات التتويج، وانه المركز الثاني اللي فيه ناس تانية بتحتفل بيه وبتتكافئ عليه، بالنسبه للنادي الاهلي الفشل المميت انه يطلع الثاني، دي قيمه الاهلي. لكن اين المبدا الرياضي؟ يعني قبل ما اجاوبك على سؤالك هاخد اخر جمله انت قلتها، اللي بيعايرك النهارده اصلا ما لعبش البطوله، مش مؤهل انه يلعب البطولة. فتخيل ده اللي بيعايرك النهاردة، لانك انت خسرت في المباراة التانية في النهائية على ارض المنافس بعد اسبوع من التلويش في الاهلي، ها، وانك خسرت فبيعايرك. هو الناس مش بتبص لنفسها ليه؟ الناس مش بتبص للواقع ليه؟ فيفضل يدوس عليك تقوم انت تصدق او تعيش معاه، ها، اللي هو عايزه. الوجع وحش والخساره وحشه، بس انت كمان لازم تفكر ان انت الاهلي، ده انت بتخسر في النهائي، ده انت بتاخد ابناط عشان الفرق يتسع بينك وبين اللي بيشتمك، ده للمره الثانيه توصل للنهائي. يعني في وخلاص، ما يعني اللي حصل واللي هنناقشه النهارده، لكن ده مش مبرر ان نفقد اتزاننا. يعني نزعل قوي قوي ونحاسب قوي 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 ونلوم قوي قوي قوي، والمسؤول لازم يتحمل ولازم يقدر ان هو زي ما في اوقات السعاده والبهجه بياخد حقه، لا، لما يجي اخفاق ممكن يتوجه له اللوم وبشيء من القسوه، لكن بالتجاوز بكلمه الهدم، يعني في ناس بقى طلعت ما تمشوا قاعدين تعملوا ايه، يعني هذا هدم، هذا استغلال للحظة. هو النتائج اللي اتحققت دي ما تحققش أفضل منها الأربع سنين خالص. أفضل نتيجة اتحققت هي آخر سنة
بتاعة المجلس السابق هي نفس دوري ونهائي دوري الأبطال. دوري الأبطال هي نفسها دي أفضل حاجة حصل لها. فاللي قبليها إخفاق كامل. فالمسألة إحنا في النادي الأهلي ما نقولش مين السبب، إحنا بنقول إحنا في النادي الأهلي كله بيشتغل وبيبني على كله، لكن ما يبقاش حد طالع من جوانا. وده الخوف اللي أنا قلت عليه من زمان يا إبراهيم، وأنت تلمس هذا وعندك أسماء. إحنا لحد النهاردة ما زلنا نعاني من الاختراق الإعلامي والاختراق في دولاب العمل نفسه. الناس مشاعرها مش واحدة، مش كله ورا النادي زي ما كان. في ناس لا، الحسابات الانتخابية زي ما بتقول ما زالت موجودة، ما زالت الاستفادات موجودة، وده الوضع الخطر الحقيقة، لأنه غير مسبوق. طول عمرنا بنأدي الانتخابات، اللي بيخسر بيقعد كده على جنب حد ما يجي معاد الانتخابات اللي بعديها، يا ينزل يا يبعد بقى وخلاص، وكله بيتمنى للموجود النجاح. فالحقيقة يعني دي مش عايزينها تتغير في النادي الأهلي. دي أخطر حاجة ممكن تهدد النادي الأهلي، أنك تبتدي تنقلب على نفسك وتحول مصادر قوتك إلى نقطة ضعف، إن تتجلد بالمبادئ. لا، أنا مبادئي مش معناه إن ما حصلش عندي خطأ، بس معناه إن أنا لا أقبل هذا الخطأ وأحاسب عليه. يعني يحصل غلط أنا عندي موظف اختلس، هذا لا يشين الأهلي، يشين الأهلي التستر عليه. فهمني؟ عندك غلطة حصلت زي اللي بنتكلم عليه قطع الفانيل، حتى لو لم تكن في سياق المباراة مؤثرة، لكن أثرت على المباراة التالية. وسيبك من تأثيرها، حتى لو ما حدش توقف أمامها، شأنها شأن كثير من الحالات اللي بتحصل على الساحة، لكن دي إحنا ما نقبلهاش. إحنا مش متعودين على كده يا إبراهيم، بتوجعنا الحاجات دي، مش محتاجينها ومش هنقبلها. جمهور الاهلي انت السؤال ما جاوبتكش. الاجابه بقى، انت بتقول جمهور الاهلي عايز ما يخسرش، دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ هو جمهور الاهلي عايز ما يخسرش لانه اتعود. ودي فاكر 2005 لما عملنا الرقم القياسي في عدد مرات الفوز التي لم يتلقى الاهلي فيها الهزيمه، مش الفوز، حاجه و70 مباراه، وكان الاهلي وقتها على مستوى العالم يمكن رقم واحد. انا بقيت خايف من اول هزيمه. بص، طب هسمع لك صوت، ده جمهور الاهلي في الشارع بعد المباراه، بعد الهزيمه، هو ده وفقدان فرصه اللقب. شوف بقى الاستنهاض، هو ده اللي انا عايزه. هو ده اللي عايز اقوله لك، هو ده الاهلي لا ينهار. نسمعهم جمهوره ده حماه. شايفين عظمة الجمهور؟ ده المطار ده ولا ايه؟ لا، في الشارع. يعني هو ده اللي انا عايز اقوله، انك انت ما بتنكسرش. لا، ده الحزن النبيل بقى، الحزن النبيل اللي يخليك تشوف ايه اللي حصل. انا مش متعود يا جماعه على كده. الله، انا كان ليا واحد صاحبي شاطر قوي في الرياضه، قوي، فخرج من الثانويه العامه من كتر الناس ما بتقول له طبعا يا عم قفلت الامتحان، انت بيجي لك 6 اسئله عشان تختار 5 تجاوبهم. فهو بيراجع كده اكتشف ان هو جاوب 6 الاسئله بس منهم سؤال ما جاوبوش كامل، ما لحقش يجاوب. قلت له يا اخي انت هتاخد الفول مارك على 5 اللي انت جاوبتهم، انت زعلان ليه؟ لا، هو بالنسبه لنفسه مش متعود على كده، متعود انه يقفل كل حاجه، اي حاجه. هو ده الاهلي. الاهلي يحاسب على هذا الامر، والاهلي لما يحاسب على هذا الامر شيء محمود، بس ما يحاسبش كان الدنيا انهارت، لان ده اللي شيء مش محمود. انا عايز الاهلي يكسب على طول، بس الطبيعي ان رغم ان دي مشاعر بنحب نغذيها وننميها عندنا وعند جماهيرنا وعند لعبتنا وعند ادارتنا، لكن هي مش واقعيه قوي. برشلونه امبارح بيخسر في ملعبه 4-3، والباين والبايرن واللي معمول في ريال مدريد دلوقتي، والمان يونايتد،
مفيش فريق في العالم يستعصي. لكن هي الحقيقه فين يا باشمهندس؟ بين ده وده، يعني هو يعني رفض الاهلي وجمهوره فكره الهزيمه ده مبدا رائع، مبدا عظيم يعلي ويعظم من قيمه النادي الاهلي. لكن عشان نحطه في وضعه الطبيعي، احنا لازم نرفض كل الاسباب التي تؤدي الى الهزيمه. بس هو ده الصح، هو ده الصح. بمعنى الاداره تؤدي دورها على اكمل وجه لصالح النادي الاهلي. الاداره، مجلس الاداره، الاداره التنفيذيه، الاداره الكوره، كل الاطراف المعنيه تؤدي دورها صح كاملا لصالح النادي الاهلي. الجهاز الفني، اللعيبه، الجمهور، كل العناصر المؤثره في المنظومه تؤدي كل اللي عليها لصالح النادي الاهلي. تعمل كل اللي مطلوب منها من اجل ان يفوز النادي الاهلي. لو كل طرف عمل اللي عليه وربنا ما كاتبش الفوز، خلاص فليكن هارد لك، والتاني اكيد كان عنده اسباب توفيق احسن منك كسب. لما تاخد بالاسباب ما حدش يلومك، لما تاخد بكل الاسباب. اذا احنا لا يجب ان احنا نرفض الهزيمه كمبدا رياضي، لكن نرفض الاسباب التي تقود او تؤدي الى الهزيمه. الله ينور عليك، هو ده بالظبط بالظبط يلخص الموقف. اعمل اللي عليك وسيب الباقي، وسيب الباقي. وحتى انا كتبت مره سيب الباقي على الله، فلقيت كذا حد دخل لي في حته دينيه قال لي لا هو كله على الله مش الباقي بس اللي على الله. وده فعلا يعني ربما كان من الخطا الدارج، لكن سيب الامور كلها على الله، في النهايه اعقلها وتوكل. لكن فكره ان احنا نرفض الهزيمه، لا، اعمل كل اللي مطلوب منك انك تكسب، وتمسك بحق النادي الاهلي انه ما يكونش ابدا التاني بتاع ناس تانية. تتمسك عليك، ما تعملش غلطه تتمسك عليك. لكن اذا كان المنافس وده حقه الطبيعي افضل منك وعنده اسباب توفيق افضل منك وسعى للفوز بطريقه احسن منك، فليكن، والف مبروك، مبروك للترجي بعد كل اللي حصل، وهارد لك للنادي الاهلي. لكن اللي يعنينا مناقشه الاسباب التي ادت الى فقدان فرصه اللقب، وكان يمكن للاهلي جدا جدا انه يفوز باللقب. ايه اللي حصل؟ اعتقد حزن الجماهير يا باشمهندس. اتفضل. كان في حته صغيره تكمل بيها سؤالك، مش بس عدم قبول الهزيمه من النادي الاهلي، ها ده اصبح من روعتك ومن قيمتك المنافس بتاعك بيحفل عليك لما تخسر. هو ده، ان هو مش عشان مش متعود انك تخسر، فالمبالغات والتدليس والتزوير وانه يغير صوتك وانه يسجل لك وانه واحد صاحبي قال لي دول اتنين بيتخانقوا على شهاده الدكتوراه، فاللي بيعايرهم ساقط محو الاميه. يعني حاجه زي كده، مش مش يعني حد خليها مش الاعداديه، خليها مش في السبق، لا مش في السبق الموجود، خليها الاعداديه عشان تبقى واقعي اكتر. يعني الاعداديه يعني طيب، حزن الجماهير حزن نبيل، لكن هل فعلا التعامل مع هذه المباراه كان بطريقه اللي شوى السمكه قبل ما يصطادها؟ هل الناس فرحت بعد مباراه برج العرب ونسيت ان في جوله صعبه جدا في رادس؟ هل فعلا الكل قدر ان انت بتلاعب فريق في ملعبه مختلف؟ ولا المسألة ازاي؟ اعتقد رأي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي كان مهم جدا في الجزئية ديت، وهو يتحدث بالامس في مداخلة مهمة جدا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، نشوف رأيه في الجزئية ديت. هي يمكن بس عايز ابتدي بيها تاني، بداية كده يعني عايز اقول حاجة مهمة، ان فندم. من يرتدي الفانيلة الحمراء بيلبس الفانيلة الحمراء او بيشتغل داخل النادي الاهلي في اي قطاع فني أو إداري لازم يتمتع بشخصية الأهل، شخصية البطل. أنا حقيقة مقدر جدا مشاعر الجماهير، ولازم كلنا نتقبل ده، لازم يعني لازم ناس ياما صنعوا أمجاد وياما صنعوا نجوم، ولازم لما يكونوا حزنانين أو يكونوا غضبانين لازم إحنا نتقبل ده. وأنا مقدر جدا جدا مشاعر الجماهير. ويوم حزين للنادي الأهلي أو للأهلي. وكمان يوم حزين جدا ليا انا شخصيا. وبعتبره من الايام الحزينه اللي مرت عليا في حياتي. وعزائي بس هنا النادي الاهلي الاول افريقيا.
من الاهلي يمكن يكون من فرق قليله جدا 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 في العالم انتصاراتهم قليله. الانتصارات اللي بتتحقق يعني بتحصل في بعض الانديه العالميه الكبيره جدا ومنها النادي الاهلي. طيب انتصارات قليله الحمد لله رب العالمين. بس خليني كمان اقول لك لسؤالك يعني او تحيرك يعني اني كنت قلقان جدا. قلقان جدا انا ما تعودتش افرح قبل الفرح ما يتم. خليني اقول لك برضه رسائل انا عايز اقولها صح اقولها للناس للمستقبل. دي قلقي كنت قلقان جدا قبل المباراه لان حسيت ان الجميع هي الجميع بلا استثناء عاشوا الفرحه قبل حدوثها. ده شيء بالنسبه لي انا يخوف شو بيخوف الناس تتكلم وكل الناس مش عارف طيارات طالعه وطيارات نازله وناس طالعه كل الناس ده طبيعي جدا اتنقل بقت مشاعر موجوده في وفرت طبعا للناس كلها انك انت او حتى وسط اللعيبه اكيد ان انا كسبان قبل ما العب ده مش صح. لما يسافر الحكم ولما تحقق حاجه تفرح. ده اللي انا حقيقه عايز اكون ده المستقبل اللي جاي. طيب كابتن محمود يمكن حضرتك شرحت وانا واحنا بنتفرج على اللقاء الاول حضرتك كنت متخوف من الحاله اللي هي انتشرت بعد اللقاء ويعني رغم الفوز بثلاث اهداف لكن باحساسك انت كنت متفوق من انفراد في الفرحه وعدم يمكن التاريخ اللي ما بيننا وما بين الترجي خلى الناس تبقى متخيله ان الموضوع انتهى من برج العرب. انت شايف انا يمكن برضه الحقيقه في ناس كتير كلموني ان انت يا كابتن ليه مش فرحان بعد المباراه الاولى انا عشان فاهم الموضوع شويه فانا الحقيقه فرحتي داخليه ما كنتش قادر اقوم بالفرحه ديت لان انا عارف ان لسه في قافله ولازم كنت عايز اصدر للناس العاملين كلهم وقلت وانا تاني يوم على فكره رحت كلمت العاملين تاني يوم على طول قلت لهم اللي جاي صعب انا مش عايز طبعا اقول ان انا قلت لهم في اوضه لكن انا رحت قلت لهم خلي بالكم ده كذا يعني يكون في نوع من انواع الازلاف يعني حاجات انا اتكلمت معاهم كتير انا كنت قلقان ما اعرفش يعني اكدب عليك انا كنت قلقان يعني قلق حضرتك كان جاي كمان من المباراه الاولى مش من المباراه الثانيه او المباراه الاولى انت بتتكلم عن تاريخ يعني انا عايز اقول لك حاجه احنا مره كنا بنلعب نهائي افريقيا اول بطوله افريقيه النادي الاهلي كانت 82 طيب اول بطوله افريقيه النادي احنا كنا كسبانين كتوكو 3-0 صحيح دخلنا اوضه الاسم انا مين؟ عارفين الفرقه قدامنا فرقه كبيره جدا صحيح رحنا هناك من القلق ده رحنا هناك هنا واحد واحد خدنا لما خدنا البطوله بقى رحنا وكلنا كنا طبعا عايزين يعني لكن خدنا البطوله مظبوط. طيب كابتن محمود احنا بس ما بنتكلمش انا احنا دي بتكلم مش لعيبه بتكلم احنا يعني مسؤولين ولاعبين وجماهير لما البطوله بقى تخدمنا احنا خلاص نفرح. باشمهندس الكابتن خطيب في الجزئية دي نقطتين كل من يمثل النادي الأهلي لابد أنه يتحلى بشخصية الأهلي شخصية البطل وأنه دي ده اللي كان لازم أن يكون موجود والحاجة الثانية أنه والحقيقة دي يعيشها الجمهور بشكل رائع شخصية البطل هم عايشين أنهم بيشجعوا بطل فهم أبطال ما شافش ده في الملعب ما شافش ده من الجهاز ما هو ال 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 الشوط الثاني الشوط الثاني تحديداً من الدقيقة 46 أو 47 اللي قبل كده كانت الدنيا ماشية وأنت قاعد الناس مطمئنة مش شايفة أي خطورة وشايفة الأهلي سايق الماتش بالطريقة اللي تعجبه. بمجرد دخول جون كل التداعيات النفسية اللي الواحد خايف منها حصلت في الشوط الثاني بقى. فهم 45 دقيقة يعني تملي فيه لفظ يقول لك للنسيان احنا مش عايزين ننساهم عايزين نتعلم منهم باستمرار بس بص يا استاذ ابراهيم تعال نتذكر كده في الفريق الهايل الكبير قوي المرعب مع مستر مانجو جوسيه ومع فريق سانتوس الانجولي كنا كسبانين هنا 3-0 ودي كانت اخر مباراه لفلافيو رايحين بقى يلعبوا الذهاب في انجولا كانت اخر مباراه لمانويل جوزيه وفلافيو الاثنين وخسرنا 3-0 2010 وهو هينضم ليهم لكاس الامم وخسرنا 3-0 وخسرنا بضربات الجزاء
حتى فلافيو اللي ضيع 2009 ضيع. وكاس الامم عندهم كانت 2010 عشان كده كانوا واخدين مانويل جوزيه. اه ايوه انا فاهم، انا بقول لك يعني كنت كسبان هنا 3-0 ده اللي قصدي اقوله. ايوه برضه في الثمانينات والسبعينات، الثمانينات واوائل التسعينات يمكن، كنا كسبانين بطل كوت ديفوار عندنا 2-0 افريكا سبورت. افريكا سبورت، وفاكر كوره كده الكابتن وليد رقص وراح لافف شايط 180 درجه كده، طلع يا دوبك فوق العرض. اتقفلت انا من الكوره دي، قلت كان ممكن نحتاج لها وخسرنا هناك 3. فوارد جدا انك تخسر الثلاثه دي حتى مهما كان فرقتك جاهزه، لكن اللي انت تروح في اجواء ما حدش عايزك تكسب، ما انت شاعر ان حد غير الاهلاويه مش شاعر ان حد في اي حته عايز الاهلي يكسب، لا الاعلام في اغلبه لانه اغلبه مش اهلاوي، مع ان مش مفروض الاعلام المحترف يبقى في اللحظه دي غير مصراوي، مستندات تطلع مزوره، وحتى احنا التعامل عارف انت اللي اتكلفت، احنا اتكلفتنا من الفيفا، واتكلفتنا من اللي اتعمل من الجانب التونسي، واتكلفتنا من اللي اتعمل من الاعلام المصري والمشجعين اللي ما بيحبوكش وكم الشائعات اللي طلع، واتكلفتنا من مشهد احنا متضايقين منه بتاع قطع الفانيلا. ايوه لا كنت انا من جوايا مش مبسوط، وغير كتير، وانت يمكن صحيح مفيش مبرر، حتى لو في مبرر ما يتعملش. احنا الاهلي شوفوا لما الكابتن اتكلم كابتن خطيب على شخصيه الاهلي، ما دام هنتكلم واحنا قلنا لكم الليله دي الانتصار للاهلي، الانتصار للاهلي بصورته وقيمته وثوابته وحق جمهوره علينا، شخصيه الاهلي ما تعملش كده. ايوه شخصيه الاهلي ما فيش لاعب يقطع فانيلته عشان يخدع حكم، هو ومفيش لا اذا ثبت مفيش مدرب يقول للاعب يقطع فانيلته اذا ثبت ده، هو اللي ده حكم يا ابراهيم ان مفيش خداع، ده انت اتمسكت، انت عايز تظهر الواقعه بطريقه ساذجه. اذا الدرس الاول والكابتن الخطيب يتحدث عن شخصيه الاهلي، شخصيه الاهلي لا تسمح للاعب انه يرتكب بقيامها بقى، بس لان دي قيم بقى. بالظبط دخلنا في حته الايه بالظبط، انك انت لا انت يا ابني في النادي الاهلي بالظبط، لا انت ولا مدربك ولا اجعص جعيس ايا كانت نواياه عايز يظهر الواقع، لا يعني مش محتاجين عن البينالتي ده ما اتحسب بالظبط، ولو رحنا مضغوطين يمكن كنا كسبنا. انما انت رايح وكله بيشدك بيشتتك، ما تقوليش ان الفرقه ما تاثرتش معاهم اسرهم على تليفونات واصحابهم والاجواء عايشينها. اذا هي دي شخصيه الاهلي، رفض تصرف خارج، احنا خلاص وضعت المباراه النهائيه اوزارها والدنيا فضلت، ورفض اهمال، فبنتكلم على تقييم اللي حصل ده ما ينفعش. طيب والكابتن خطيب رئيس النادي بيعترف بانه الامور الجمهور حق علينا انه يحزن، وانه باعتباره واحد من اهم النجوم الجماهيريين في تاريخ الرياضه في مصر مقدر حزن الجماهير، وقال ان انا شخصيا هذا اليوم من أسوأ الايام اللي انا عشتها وما يتمناش، وقال عزائي انه الايام اللي زي كده قليله في تاريخ النادي، يعني اللحظات الصعبه الموجعه اللي الجمهور عاشها قليله في تاريخ النادي الاهلي، ان شاء الله تكون مش موجوده كمان. طب ناوي يعمل ايه؟ ده السؤال الكبير اللي الناس سالته. انتوا معترفين بالخطا؟ انتوا مدركين للي حصل؟ انتوا مقدرين حزن الجمهور؟ ناويين تعملوا ايه؟ نشوف الكابتن خطيب في مداخلته مع الكابتن سيد عبد الحفيظ قال ايه. كابتن محمود، يمكن القائمه الافريقيه اللي فاتت تحديدا، وانا بفتح قلبي مع حضرتك وحضرتك كمان هتوضح حاجات مهمه جدا ان الناس تسمعها، يمكن القائمه الافريقيه كان فيها بعض الظروف اللي الناس مش واخده بالها منها شويه، يعني مثلا على سبيل المثال كان في ثلاث اماكن او اربع اماكن على ما اتذكر، فالقائمه اتبدات في شهر يناير واستمرت لحد شهر 5 مع اصابه رامي ربيعه مثلا، مع يعني حتميه التعاقد مع مدافع، كانت بعض التدعيمات رايحه في اتجاهات مراكز يعني شاغره او مهمه جدا ان احنا نحطها في الفتره ديت وعدد قليل، لكن القائمه اللي جايه في عدد بطولات كتير جايه، بطوله افريقيه
يعني يوم 15 اللي جاي هتبقى فيها اتساع شويه يا كابتن محمود ما بين القائمه اللي فاتت والقائمه دي يا كابتن محمود؟ شوف طبعا ده كارت ده كلام حقيقي لانك انت سلمت العمل بقائمه فيها اماكن ثلاث او اربع اماكن فقط، واعتقد دخل فيها سليم كرداني ودخل فيها ناصر ماهر ودخل فيها اكرم توفيق ومؤمن اعتقد بك. تمام مظبوط. كل الاربع اماكن اللي كانوا موجودين. لكن انت مقيد ب 26 اسم انت واخدهم في 20 من الموسم السابق كويس لازم تكمل فيه. وده يعني شيء كان ما عندناش ما عندكش الفرصه انك تغير. ده مش ده شيء بعيد عن يعني ده طبعا شيء حقيقي واقعي وده لازم. لكن انا مش عاوز بس اتكلم على الموضوع القائم لكن هتكلم معاها دلوقتي في ظل بعض الرؤى لي انا اخذتها دلوقتي. انا مثلا اخذت بعض القرارات في الفتره القادمه. وعشان نبتدي صح انا طلبت الحقيقه تقارير كامله. فنيه واداريه وطبيه طبعا عندك عايز اعرف ايه الموضوع. كمان يا سيد على فكره انا مش كنتش يعني انا كنت برضه هطلب التقارير دي او نفس التقارير دي كنت هطلبها حتى لو كسبنا البطوله، حتى لو كسبنا اللقب، حتى لو كان ايوه ليه؟ لان انا كنت شايف امور لازم تتصلح وكان صعب معالجه الامور دي اثناء المباريات او اثناء التصفيات النهائيه بقى دخلت على دور الثمانيه ودور الاربعه صعب جدا انك انت كنت تعمل اي نوع من انواع المعالجه اللي ممكن تجي لك طب اسرع. انت وصلت لنهاية البطوله مش معنى ان وصلت لنهاية البطوله او خدت البطوله ان انا اشوف حاجه كانت مش مظبطه وما تتعملش. كده كان تقريبا كده كده كنت انا يعني هي كنت هطلبها عشان اشوفها ودوت اللي انا طلبته فعلا فورا عشان اقدر ابص واقدر افهم الناس بتفكر ازاي العاملين يعني بيشتغلوا نفس الوقت انا كمان اشوف الصوره كامله لان بعد كده هقول انا اللي انا كنت شايفه مع المناقشه مع الناس المسؤوله. وزي ما انت قلت احنا كنا مقيدين بالقائمه الافريقيه وخلاص اتحررنا بقى اتحررنا دلوقتي من منها. واحنا حقيقه يا سيد هنفتح كل ملفات زي مثلا الفريق هيحصل له اعاده بناء ان شاء الله في النهار القادم. تدعيمات قويه وضروريه والحقيقه ده شيء حتمي لازم ان شاء الله. طيب افهم اتفضل يا كابتن. وكمان اعاده هيكله اداره قطاع كره القدم بما يتناسب ومتطلبات مثلا المرحله دي برضو شيء انا شايف من الاشياء المهمه جدا. انا بدرس هذه الامور بدرس هذه الامور دلوقتي عشان تشتغل. ده الكلام اعتقد اللي يحتاجه كل جمهور الاهلي. ازاي هنستفيد من اللي حصل عشان اعمل انطلاقه قويه جدا؟ ازاي هذا الكيان القوي التعثر بتاعه يتحول الى انطلاقه قويه؟ لا ده هو الحقيقه بدري قبل كده. هو كده قال حتى لو كنا كسبنا انا طالب التقرير ده حقيقي. وانت طلب منك التقرير ديت مش مني انا من الاداره انا واحد من الناس اللي طلب رائع بعض الامور يعني. ايوه وكل اللي طلبه الكابتن الخطيب انا اكلمك مثلا على محمد فضل في التعاقدات والاداره بتاعته في حاجات تجهيزات عشان تبقى اداره محترفه بمعنى الكلمه من بيانات وداتا بنك ومعلومات عن كل المواهب داخل وخارج النادي الاهلي وداخل وخارج مصر في مختلف الاعمار ببيانات دقيقه يعني عمل بقاله مده بيتجهز هيتقدم. انا مش هنسب الفضل لشخص يعني انا راجل بشور الفضل لمحمد انا بشور لكن الناحيه التنفيذيه عند ناس تانية. انا الكابتن خطيب يعني نتحاور في اللحظات اللي محتاجين فيها نتحاور مش عمال على بطال كل يوم. طيب كويس لكن وعشان كده انا قلت لك اما بتكلم قلت لك ما تستعجلش هناك كثير من القرارات الهامه ها هتصدر قريبا. الكابتن خطيب تاني يوم كان عامل البيان. تاني يوم كان عامل البيان لان التجهيزات دي هي مطلوبه من بدري لانه ورثت بعض حاجات ربما في العلاقات. لا هو قال يعني كان فيه اخطاء كثيره موجوده
في ملاحظات موجودة، في مشاكل محتاجة تتحل وتتصلح، لكن قال ضغط المباريات وتوالي الارتباطات ما كانش ينفع تفتح الأمور. تيجي لحظة مؤلمة أو مبهجة كانت هتوصلك تنتهي من المرحلة، المرحلة دي خلصت هي دي لحظة ان احنا تعالوا بقى كل واحد نقعد مع بعض نشوف احسن حاجه تتعمل ايه، واذا كان في سلبيه كيف نتفاداها. وحتى لو كنا خدنا اللقب كانت لحظه الحساب وتصحيح الاخطاء. انا اخر سيبني الدهشه لما الناس عايزه تحور كلامك وينساق جزء من جمهور الاهلي وراهم. انا لما قلت لك اجاييه وعلي معلول ورامي ربيعة، ما انا قلت لك وعلي، قلت لك دول لما يرجعوا اضافه قويه، اضافه قويه هيرجعوا امتى؟ هم هيرجعوا على فتره الانتقالات الشتويه. قلت لك ده وكان صفقات جديده. هل معنى هذا ان انا قلت ان ما فيش صفقات جديده؟ انا ما اتكلمش على الشغل اللي بيتم، لكن بما ان الكابتن الخطيب قال لا ده في رصد وفي ترشيح تم بالفعل وفي اتصالات تمت بالفعل وفي، والكابتن الخطيب قال لك في يناير في تدعيمات قويه. تم بص تم اتصالات مكثفه في اتجاهات عديده محليه وخارجيه تمت، مش هتتم بقى في 24 ساعه دي. لكن انا ما اطلعش اقول الكلام ده، ما كانش له مناسبه. انا بقول لك بالاضافه الى انك انت بقى كمان لما يجي لك المصابين، شوف بقى الاضافه الفرقه دي بتلعب ناقصه ازاي. يوم يطلع واحد يقول لك ايه رايحين يجيبوا لي ناشئين، ايه دي مال دي ومال دي؟ هو انت لما تبني قاعده قويه للمستقبل تفيدك في المستقبل القريب والبعيد، ويبقى عندك اقوى قطاع ناشئين في مصر وهذا حادث الان، دي نقطه سلبيه تتكلم فيها؟ هو دي معناه ان انا مش هادعم الفريق الاول؟ في ناس انت هتمشي في الاتجاهين، في ناس في الـ في الـ في النجوم دول ممكن السنه الجايه او في الدور الثاني بعضهم يستعان بيهم بقوه، وبعضهم هيبقى من نجوم الفرقه باذن الله. في انت بتجيب مثلا 10 ناشئين في مراكز مختلفه، لو خدت منهم اربعه ده انت يبقى عملت عمل مجيد جدا. لو تنافسوا نتيجه شغل ده برع اربعه، ما تمسكليش بقى في السته اللي انت جبته. احنا بنقوي قطاع الناشئين عشان يحصل تنافس، ولو تتواصل مع الكابتن عادل عبد الرحمن هتفرح، هتنبسط، هيطمنك. هو ده المهم. يعني بنتكلم على اولا الفرقه، وجهه نظري ممكن تكون تدعيم الفريق الاول ده ماشي في سكته ملوش علاقه بحاجه. ممكن الفريق اللي موجود حاليا في النادي الاهلي للمرحله الجايه يحتاج 10 12 لاعب كويس، ممكن يكون محتاج هذا العدد عشان تقدر تفي بكل الالتزامات والارتباطات، ان انت هتلعب كل 3 ايام مباراه على مدى السبع شهور او ست شهور اللي جايين. طيب اذا كان اصلا انت اللي مسموح لك بقيده في يناير اللي جاي 5 لعيبه، وهيرجع لك يدعم القوه المضافه للفريق، يدعم أيوة. العناصر اللي هتكون باذن الله شفيت اجاييه على علي معلول على رامي ربيعه على احمد فتحي غاب الفتره اللي فاتت ويرجع اليومين اللي جايين. يعني انت بتستكمل قوتك بالعناصر اللي موجوده، ثم بالصفقات القوية اللي كابتن الخطيب اتكلم عليها تكون تدعيم قوي للفريق وحتمي، حتى استخدم لفظ حتمي، دي مسألة منتهية. تعرف حتمي ليه كمان يا استاذ ابراهيم؟ ثم الجزء الأكبر، لأن أنت اللي مسموح لك بيه قانونا 5 لعيبة. طب الباقي بقية احتياجاتك الفنية، أنت عندك عدد من اللعيبة، وأنا لا أفهم إن لاعب زي ناصر ماهر أو حمدي لغاية دلوقتي يتأخر اشتراكهم بصفة أساسية في الفريق. سريع إعدادهم. يعني تهيئتهم بالظبط، لا افهم ده الحقيقه على المستوى الفني. فاذا انت عندك تمكين العناصر الموهوبه، تمكين المواهب، الاهلي هيرجع يبقى فرقه قويه جدا لما عدد الموهوبين في الملعب يزيد. اللي عمل الجيل الاسطوري ابو تريكه وبركات والمجموعه انه لعيبه الكوره الموهوبين في الملعب كتار، ده اللي المطلوب. هتعمل ده من خلال رؤيه فنيه مسؤوله جدا وقديره جدا بتقود النادي، ثم بالعناصر الموهوبه جدا اللي فيهم لاعب زي شادي الجارديان تحطه ضمن افضل 10 مواهب في العالم 17 18 سنه. كل العناصر الموهوبه بما فيها كابتن الخطيب وكابتن زيزو والعناصر الاستثنائيه في موهبتها اخذت فرصه وظهرت وهي عندها 17 18 سنه. ففكره ان انا افضل اتكلم على انه
المدربين يتكلموا على انه لا لسه صغير، لا لسه صغير، دي ما تتقالش على الموهبه الاستثنائيه. انما هو برضو بص طريقه الدفع انه ما يبقاش هو المحور اللي بتحمله مسؤوليه انه يحدث التغيير، هو لازم يخش على فرقه متماسكه مكتمله، فما يخش بقى ياخد فرصته الحقيقيه بالظبط، يبتدي ينضج بحيث ان انت لما ياخد الخبره وحد يبطل يبقى الراجل ده هو اللي شايل. وده طول عمرنا في النادي الاهلي شغالين كده طول عمرنا. فانت دول المحورين، تدعيم فوري وحتمي زي ما الكابتن الخطيب قال في يناير بعناصر جاهزه ان شاء الله، ثم رافد مهم جدا ولادك الموهوبين خاصه. انت قلت انا عندي كم مباراه؟ 55 مباراه، 55 مباراه في 190 يوم، في 190 يوم. يعني انت عايز عدد كبير جدا من المواهب البارزه المتقاربه المستوى اللي عندها خبرات يدعمها قاعده قويه من الصاعدين. بالظبط. القاعده موجوده والحمد لله اتعملت خلاص. باقي تبني بقى الايه؟ القمه. بالظبط. الوسط والقمه. بالظبط. الوسط والقمه هيرجع لك جزء من المصابين بس لازم تكمل عليه بعناصر لا تقل اهميه، ما زادتش ها؟ عشان يبقى قوامك بقى ما تتاثرش باي غياب. بالظبط. طيب اتكلم كمان الكابتن الخطيب على جزئيه هيكله قطاع الكره كله، وقال ان هو عنده رؤيه واجلها واتاخر فيها كتير علشان ضغط المباريات وارتباطاتها، ودي مساله برضو مهمه جدا بما يفي بمتطلبات المرحله اللي جايه وظروفها. هل العناصر الجديده هتدخل ازاي؟ وفكر العناصر الجديده هنا اعتقد بيتكلم على اللعيبه. طب نشوف العناصر الجديده في رؤيه الكابتن محمود الخطيب هتتوقف اختياراتها على ايه؟ هاخد الجزء الاولاني. حضرتك قلت يعني ان ده امر حتمي، يعني تدعيم الفريق في شهر يناير اللي احنا فيه. طب سؤال الناس كله مستنيه اجابته من حضرتك، هل التدعيم ده اتجاه مثلا يكون لعيبه مستقبل للنادي الاهلي صغيرين السن، ولا لعيبه عندها الخبره والصفات اللي تناسب الاهلي، وخصوصا واحنا مقبلين على بطوله افريقيه هتنتهي بعد 5 شهور مع بطوله عربيه مع دوري مع كاس مع بطولات يعني مستمره تصل ل6 بطولات يا كابتن محمود، الاتجاه ايه؟ لعيبه صغيره ولا لعيبه عندها خبرات يا كابتن محمود؟ يا ريت يا سيد أأجل ده شوية لغاية ما أشوف، لغاية ما أشوف تقارير المدير الفني. أوكي. كتير أو قائم مدير الكرة والمدرب العام والدكتور والتفريق الدكتور. ليه؟ لأن أنا مثلا عندك إصابات، هترجع لك بعد 2 أو 3 أو 4، الإصابات دي هتقدر تلحقنا نشتغل بيها. عندك رؤية للجهاز الفني، رؤيته إيه بالنسبة للقطاع؟ اللاعبين الصغيرين اللي عندنا لعيبات صغيرين كويسين. عندنا ناشئ كويس. وانا بقول للناس المستقبل ده اولاد مستقبلهم كويس. هل هو حاطط دماغه يعني حاطين دماغهم الكلام ده ولا لا؟ عشان انا اقدر ابني بعد كده رؤيه. انا عايز اجل بعد الكلام ده لغايه بس اسمع اشوف التقرير دي، لان انت عندك قطاع ناشئين الحمد لله دلوقتي عندك وانا يمكن حاجه يعني ما كنتش عايز اقولها دلوقتي، لكن انا اوريدي طلبت من عادل عبد الرحمن مدرب الناشئ كابتن عادل عبد الرحمن انه يديني تقريره عن الناس اللي عنده. بحيث ان انا برضه يكون هضمه للتقارير دي عشان يبقى اثناء المناقشه ابقى شايف مين اللي عندنا يستطيع، لكن انت محتاج يكون عندك نوع من انواع اللعيبه يعني اصحاب الخبرات يعني. تمام. في امور كثيره متشابكه في ده، عشان كده عندك ناشئين كويسين وعندك لازم يكون عندك برضه اصحاب خبرات يكونوا موجودين. ده برضه اسلمني ادرس الموضوع الاول من كل الجوانب. بس لما يبقى في قرار يبقى في قرار برضه عن طريق دراسه شامله. طيب كابتن محمود، يمكن حضرتك ذكرت في سياق الكلام وكان الخبر ده موجود معانا ان التقارير اللي حضرتك قلتها تقارير فنيه وطبيه واداريه، وقلت في وده مهم جدا يوصل للناس ان انت حضرتك قلت كمان حتى لو الاهلي فاز باللقب كان هيبقى فيه كنت يعني هطلب نفس التقارير دي. نفس التقارير دي. طبعا طبعا، ان انا زي ما قلت لك انا كنت شايف حاجات ما كنتش يقدر يخش وتشتغل عليها وانت بتلعب دور 8 ودور الاربعه يعني ما ينفعش. فاهمني؟ هيبقى يسبب نوع من انواع، لكن الحاجات دي احنا متحررين هذا الامر دلوقتي. سواء من القمه الافريقيه محتاج تقدر انك انت تشتغل عليها شويه، رغم ان انت يوم الخميس لازم تضيف ناس. صحيح، القائمه الافريقيه يوم الخميس الساعه 12 بالليل لازم تكون متسجله.
عشان كده انا يعني الحقيقه انا ان شاء الله انا نازل الاربع عشان اشوف برضو رؤيتهم ايه في هذا الامر ومين الناس الموجوده. طيب وسايبين مكان لدعم تاني في يناير، انا مش هقدر اضيف حد، لازم اسيب ليناير اكتر من مكان على اساس ان انت لما تجيب بقى حد تاني يبقى يكون او حتى حد من الناس عندك يستطيع يعني الاعتماد عليه حاليا ان هم كلهم ولاد كويسين، يبقى برضه من عندك اماكن لازم تضيفها في يناير. كلام جميل. طيب ماشي، بص اتفضل يا كابتن، في عندك حاجه تانية ولا انا عايز اقول لك كلمه بس عشان قبل ما اقفل؟ يعني عندي حاجه صغيره بس بعد ما اسمع حضرتك. لا ما انا عايز اقفل. استنى عندك انت الاول. طيب طيب ده راي الكابتن محمود الخطيب في جزئيه ان العناصر الجديده هتتوقف على التقارير، العناصر الجديده اللي هتطلع واللي هتيجي من بره، لانه طبعا في شغل كبير جدا شغال. وانا في الجزئيه دي عايز افتح قوسين خاصين بالكابتن محمد فضل، لانه السوشيال ميديا ناس كتيره ظالمه محمد فضل، وكانه محمد فضل او اي مسؤول عن التعاقدات في النادي الاهلي هو اللي بيروح يجيب كل اللعيبه اللي هو عايزها. انا معايا مهندس الصفقات نفسها والمستشار التعاقدات للنادي. القصه انه اللجنه الفنيه او لجنه الكوره بترشح، بتطلب، بتذكر اسماء، يتولى مسؤول التعاقدات التفاوض مع الاسماء اللي تم تحديدها، ويجوز يضيف اليها او يقول لك دور او يرشح لي هو او دور لي في المركز ده. انما مش القرار مش عند مدير التعاقدات. مدير التعاقدات ده الراجل بتاع منفذ اجراءات اجراءات وتفاوض وانهاء اجراءات، لكن الرؤيه الفنيه حتى لو هو له رؤيه فنيه بيؤخذ بيها كده، يعني يا يؤخذ بيها ما يؤخذش بيها، تتسمع او ما تتسمعش. انما الفيتو، ودي قلتها 10 مرات قبل كده، مع الجهاز الفني هو اللي بيقول، ولما رشح له 3 4 يقول لا ده يمكن انا وانا برشح قناعاتي رايحه في حته تانية. وده اللي خليتك زمان انت الدرج مليان اتفاقات مع لعيبه وورق، وفي طبعًا النهايه المدير الفني مش عايز خلاص. ايوه ياما مضينا ناس اسماء كبيره من اللي بتلعب لحد النهارده. عايز افتح الدرج بتاعك يا دمار. فده اللي يخص الكابتن محمد فضل، اللي لازم تتاكدوا انه لما النادي الاهلي اوكل الى واحد من اولاده هذه المهمه، في كل سمات هذا المنصب او هذه المهمه بتميز، كمان عنده كل قدراتها وكل امكانياتها، اللي بيضاف اليها النقطه الفنيه لانه لعيب دولي كمان. فبالتالي الناس اللي فاكره انه ده تقصير من محمد فضل او غيره محمد فضل، ده كلام بعيد عن الواقع وبعيد حتى عن العمل الكبير اللي محمد فضل بيعمله. كل صفقات الشتاء اللي اتطلبت من الجهاز الفني جت ما عدا استبدال عنتر بمحمد شريف. لما عنتر ما جاش جه محمد شريف، وكلنا شفنا ان محمد شريف قد ايه واعد. يعني مفيش في الحته دي حد تقاص، لكن في ناس انت تحاول تجيبها. مثلا الناس عماله الكابتن حسين الشحات ماشي. طبعا اسمه مقنع جدا لانه يحل لك اكتر من مركز، وعنده رغبه ملحه، وعنده رغبه، ودي اكتر حاجه هيجي. لكن النادي بتاعه لازم تفهموا انه ما يقدرش يتكلم فيه ولا يسيبه دلوقتي. نادي العين هيلعب كاس العالم خلال شهر 12 في شهر 12. يعني لو في نجاح للمفاوضات يبدا من يناير، مش ممكن قبل ما يخلص. حتى من ناحيه القانونيه السلوكيه والقانونيه واللياقيه وكل حاجه. انما الناس عندها فكره وحصل تواصل، احنا عايزينه من فضلكم اختاروا التوقيت عشان نيجي نتكلم. بس هو عايزنا متمسك بينا، وده صحيح اللي مخلينا متمسك بيه. هتيجي تقول لي يعني هو هيفضل مستنيك؟ طب هتعمل ايه؟ انت مش الناس اللي بتتكلم مش هتروح تقول لهم ما تلعبوش وتقول تعالى. بص لا انت تدخل جهد انك انت تدعم نفسك بالعناصر بالذات اللي شارياك. اذا فضل شارينا مؤكد احنا هنتمسك لاقصى درجه بيه. فالعملية كلها كده، العملية والأهلي لا ينظر للمقابل المادي، يعني الكواليس العناصر الجيدة يعني، بس ما نقدرش ما تفتحش علينا مزادات بقى. لا عشان الناس لكن لا مفيش إن بخل. انت بخيل على الفريق. لا مفيش بخل. أيوة اللي انا بقوله لك مفيش بخل. في قدرة لكن مفيش بخل. لكن بإذن الله الحمد لله
القدرة تسمح ان احنا تفي بالالتزامات كويس قوي، بالالتزامات فبإذن الله وقدرتك الذاتية. طيب اذا ده كل ما يترتب او ما يتعلق بالفترة اللي جاية هيحصل فيها ايه؟ في غربلة، في غربلة، غربلة قوية، غربلة قوية، مراجعة للمواقف، مراجعة للمواقف، اطلاع على تقارير مهمة جدا، اطلاع على تقارير مهمة جدا، تدعيمات قوية حتمية، تدعيمات قوية حتمية، تمكين الموهوبين من العناصر الصاعدة، في تقارير هترفع من الكابتن عادل عبد الرحمن المدرب او المدير الفني لفريق الشباب لكابتن خطيب في هذه الترشيحات. على فكرة كابتن عادل عبد الرحمن طبعا هو الاقرب للتصعيد، لكن ده انت عندك مجموعه مواهب، الكابتن عادل عبد الرحمن نفسه بياخدها من المراحل السنيه الاصغر من فرقته، يعني وكانه يعيد تجربه الكابتن الجوهري في فريق الامل. موجوده عنده لعيبه اصغر، هو حتى عادل مرحله او الجوهري صعده هو، ده كان اكتر فتره اكتر جيل صعد منه لعيبه الدرجه الاولى، هو كان هو عبد الجليل هو عبد الجليل وعمرو انور وهاني رمزي واحمد رزق، يعني مجموعه كده كانوا مع بعض. على اي حال هو قال لك احنا مش بنذيع اسرار، يعني دلوقتي احنا كمان اترفع علينا الحرج ان احنا نقول بعض ما يحدث، يعني ما كانش ممكن نقول الكلام، لان احنا مش جايين عشان احنا اعلاميين ولا نعرفه نقوله، لا احنا علينا مسؤوليه تجاه النادي الاهلي قبل اي شيء. صحيح. فلما رئيس النادي صرح لا نبتدي نوضح هو حقيقي الكلام اللي بيقوله، تقرير جاهزه. كابتن عادل عبد الرحمن انا بتواصل معاه كتير جدا من باب الاطمئنان، حتى بالذات على العناصر الجديده اللي وحتى العناصر بتاعت فرقته الناس بدات تشوفها في مباريات الناشئين اللي القناه بتنقلها، الكل مطمئن ان في عناصر، كل فرق الناشئين عندك الحمد لله هي في عناصر واعده، لا والمتصدره بطوله جمهوريه مش المناطق، وحتى العناصر اللي بارزه فيها الحقيقه مبشره جدا. فالناس شافت مواهب، امتى بقى الدفع بالمواهب دي؟ دي خطه فنيه بقى مالناش دعوه، انا ما اقدرش اتكلم فيها، كابتن خطيب مع المعنيين كلهم هتتحط هذه الخطه. انت عارف يعني ما اعرفش ده سر ولا مش سر، انت كان يجي فتره الانتقالات يروحوا جايبين الشيت رسمين الملعب ورسمين المراكز، عندنا كام لعيب في كل مركز، واحد اتنين، طيب في الناشئين حد ممكن يبقى نمرة ثلاثة او نمرة اتنين، حتى نبتدي نبحث على قطاع الناشئين. طب في مراكز لا ولا في قطاع الناشئين يغطيها، يبقى لازم نجيب لها حد من بره، يا واحد يا اتنين يا ثلاثة، يعني هو الشغل اللي بيتم الكابتن خطيب، يعني ما اقول لك دراسه، لا في دراسه واقعيه كده بالطريقه دي. فلما كان يقول لك ان النادي الاهلي بيفرغ الانديه بيجيب عشان، لا ما كانش صحيح، الدراسه كده لازم كل واحد يجي هيتحط فين ودوره هيبقى ايه في الفرقه. لذلك كان نسبه النجاح عاليه، لانك انت مش جايب بشكل عشوائي. طيب اذا الخطوات اللي جايه بملامحها بخطه الطريق بتاعتها حضراتكم شايفين، ومجلس الاداره عنده اجتماع مهم يوم الخميس هيناقش بالتاكيد الشان الكروي بكل تفاصيله، لكن هل ده يعفينا عن الكلام عن تفاصيل ما حدث بين المباراه الاولى والمباراه الثانيه؟ قرارات الكاف الخاصه بمباراتي برج العرب ورادس، موقف الاهلي منها ايه؟ نشوف الكابتن الخطيب حسب ما علق به لكابتن سيد عبد الحفيظ. بعد المباراة الأولى وقرارات الاتحاد الأفريقي وإيقاف أزارو مباراتين وبيان الاتحاد الأفريقي، هل كان في قرارات معلنة أو الناس بتسأل ليه ما كانش في قرارات معلنة يا كابتن محمود؟ تمام كده. إحنا يمكن أنت عارف طبعا تقييد في النادي الأهلي وعارف الكلام ده. سياسة النادي الأهلي على مر التاريخ عدم التفاعل مع الأحداث بسرعة. الا بعد الدراسه الاستاذ، يعني ندرس كويس الامر ايه عشان تاخد قرار ده. النادي الاهلي ما بيخشش في معطرات، ما بيخشش ان الاهلي ليه مستوى معين، ما ينفعش ينزل في معطرات حد يسيء النادي وبتاع تخش انت بقى ترد وتبقى في مسيسه، ده ما بيحصلش في النادي. لكن تدرس الموضوع كويس وتاخذ الاجراءات اللي ممكن من خلالها تحافظ على نمو النادي. تمام. النادي الاهلي يمكن هنا في الموضوع الاحراج كله دوت دلوقتي ان الناس كانت يعني مستنينا مواقف معلنه. الاعلان ده كان ممكن يسبب لنا سوء، يعني كان في
هي شيء واضح جدا الاحتقان اللي موجود. لكن عشان كده احنا فعلا قمنا بعملنا خطاب للاتحاد الافريقي بعد على طول قرار الاتحاد الافريقي بعد اصدار بعض القرارات يعني عملنا جواب يعني رد على طول ده تم ووصل عن طريق الاتحاد المصري. لكن ده مش هيمنع حاجه. يعني الحقيقه ان اي يعني ده عايز اضيف حته مهمه ان هيتم محاسبه اي شخص يتصرف يعني يتصرف او تصرف او يعني عمل امر لا يتناسب مع وجوده داخل النادي. تمام. شيء مهم جدا انا مش هشوف غلط واسيبه. تمام. ده اللي احنا اتعلمناه جوه. وكمان برضه يا سيدي خلي بالك ان احنا قمنا بدورنا. دورنا في ايه بقى؟ دورنا اللي هو غير معلن. ليه غير معلن؟ عشان ده انا هقوله دلوقتي. التواصل مع بعض الاجهزه المسؤوله كويس بكيفيه الحفاظ على على التامين المناسب للفريق وللجماهير. وللجماهير. ما ينفعش يعني يمكن الحقيقه في الحقيقه زي يمكن سلامه اي واحد من جمهورنا اهم عندي من اي حاجه ثانيه. الحقيقة كنت حاطط برضو قدام عينيا الاحتقان اللي اتوجد يعني بين الجمهورين المصري او الجمهور المصري والجمهور الدولي. فده كان شيء مهم جدا كنت لازم احافظ على ده لان لو كنا اعلنا دوت كان ممكن قوي يحصل الاحتقان ده يزيد وده شيء انا شايفه. ودي نقطة المسؤولية اللي حتى بعض الناس سواء في الاعلام او على السوشيال ميديا وهي كانت بتناقش إدارة الكابتن محمود الخطيب أو مجلس إدارة النادي الأهلي للموضوع على بعضه كان تايه عنهم معيار المسؤولية اللي الكابتن الخطيب نهى بيه الجزئية ديت. إن أنا بتكلم على مباراة أنا رايح لها لدى المنافس الظروف خلقت كل هذا التوتر في جمهور مسافر وقال إنه سلامة وأمن وحياة مشجع واحد ملهاش أي تمن بكل حاجة. فبالتالي كان الحرص على التنسيق بشأن تأمين سلامة الناس اللي مسافرة وكان الحرص على عدم التصعيد حتى في الاعتراض والاحتجاج على أمور كانت واضحة. ليه؟ لأنه منعا لمزيد من سكب البنزين على النار اللي أججها البعض. هنا حدود المسؤولية وهنا فرضية بقى الحفاظ على البعثة وسلامتها وعلى خروج المباراة. لكن ما يتعلق بالاتحاد الأفريقي والجزئية الكلمة المهمة جدا اللي قالها كابتن الخطيب قال تأكدوا مفيش يعني لحظة المحاسبة جاية وحتمية مفيش أي شخص قصر أو أدى ما يسيء للنادي الأهلي وهيفضل موجود. إذن المسألة في طور المراجعة والمحاسبة بدون أي استثناءات للحفاظ على الأهلي. وإحنا بنقول لكم الكلام ده لأنه من البداية قلنا لكم إن لم يكن لأجل الأهلي فلمن؟ ما خلينا نقول كل اللي حصل من تأهل للنهائي وفقدان البطولة يخلينا نطلع بالأهلي أكثر توهجا وأكثر بريقا وأكثر قوة وقدرة على أنه ينافس على المزيد من البطولات اللي جاية إن شاء الله وأكثر تمسكا بثوابته. بالضبط اللي هي بالضبط القوة الحقيقية الكامنة فيه. لكن كمان الجزئية الخاصة بالاتحاد الأفريقي فيما بين المباراتين هو مين اللي كان مسؤول عن تأجيج هذه الأجواء؟ اللقطة المسيئة بتاعت وليد أزارو ليكن. كل المستندات التي كانت أمام الفيفا قدمت من مصر. طيب. بعضها حقيقي زي قطع الفانيلا وبعضها مزور وبعضها افتراءات. هنا الجزئية اللي كانت مطلوبة توضح للرأي العام التونسي لأنه أنا متابع جيد للشأن التونسي خلال الفترة بتاعت المباراة. كل وسائل إعلامهم وفي بعض الإذاعات تواصلت معايا فيهم كلهم ثابت عندهم بما لا يدع مجال لأي شك أنه الأهلي رشى الحكم الجزائري. وتكلم أي حد يقول لك ما هو المستند موجود. إحنا هنا في مصر اهتمينا أنه شركة بريزنتيشن اللي اتهمت في هذا الخطاب المزور المعيب اللي فاقد أي حد للمسؤولية إن هي تطلع بيان توضح فيه الموقف. وإحنا تناولنا ده وكل برامج القناة وبعض البرامج المصرية تناولت ده. بس اللي وضح على ترابيزة الاتحاد الأفريقي إن ده ما كانش كافي.
ما وصلش، وانه الراي العام التونسي تم تعبئته بدي بدي الحق في ورقه مصريه البرامج بتاعتهم اشتغلت عليها، ما كانش فيه شغل ينفي ده. قدمت من 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 دواء من من مصر، من 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 ناس بتمتهن نفس المهنه الاعلاميه. دوائر الكاف، دوائر الكاف واجتماعات لجانه ما راح لهمش ما يفيد النفي القاطع، وكنت اتمنى انه كان يروح لهم نتائج تحقيقات نيابيه. واحنا لو تفتكروا ساعتها قلنا مباحث الجرائم الالكترونيه في مصر نشطه جدا وشاطره جدا ومتطوره، كان الامر يحتاج ساعات قليله عشان تقدر تجيب الفعل المجرم ده من ودانه، سهله جدا. وساعتها كنت هتقول للراي العام التونسي والمسؤول الكاف لا الاهلي قدم رشوه ولا الحكم الجزائري مرتشي ولا شركه بريزنتيشن المحترمه قدمت اموال لهذا الغرض. والدليل ايه؟ الدليل في تحقيقات نيابيه مسكت اللي ارتكب ده، وكان ساعتها السوشيال ميديا هتهتم بده وهتتكلم فيه. لكن الدرس الكبير المستفاد ان شيئا حقيقيا لم ينجز في هذا الاتجاه، فسيبنا الراي العام التونسي وسيبنا مائده الكاف عليها هذه الاوراق المزوره. ما هو شوف انت دلوقتي اهتمينا نكلم بعضنا، اهتمينا ان صوره الاهلي امام المجتمع المصري او برزنتيشن امام المجتمع المصري، لا ما لا برزنتيشن عملت كده ولا الاهلي عمل كده ولا يعملوا كده، وان دي متزوره واللي دفع بيها فريق اعلامي منافس واتقال بالاسم في وسائل الاعلام التونسيه ولكن لم يحدث. طيب خلصت كده؟ انا بقول ما خلصتش كده. لابد من مواصله الامر والتحقيق لسبب هذا الامر ينطوي على شقين، شق مادي وده جاب نتيجه انه مستند لم يفند نيابيا ولم يجرم الذي قام بالتزوير ولم يلاحق ولم تقدم حتى الخطابات الى الى الوسط المعني بالامر، يعني ما خدناش الورقه ده قعدنا نكلم بيه الاعلام التونسي اهو البرزنتيشن قالت اهو، وما بعتناش للاتحاد الافريقي ما اعرفش او اتبعت ان لا ما فيش كلام من ده، حققوا في هذا الامر مين اللي له مصلحه؟ ما حصلش. فتحقق الجانب المادي في شح الفيفا والايقافات والقرارات اللي اتخذت والبيانات وكله، وفي الافراج عن عقوبات على ملعب الترجي وتكديس الجماهير، يعني اتهيأ المناخ لاغتيالك معنويا. ده الجانب المادي، ده خلص مش هتقدر ترجعه. لكن يبقى الجانب الاخلاقي، والتاريخ معني بهذا الجانب يا استاذ ابراهيم. والحق القانوني. الاول الاخلاقي، انا يعنيني ممكن اذا كان في حقوق قانونيه لازم الناس تاخدها. لكن انا بقول لك الجانب الاخلاقي ده اللي يعنيني. ان يبان كويس قوي ان يعني ايه الرمح يرتد الى النحر والسحر ينقلب الى الساحر. ما تعملش انت المصيبه دي بمنتهى الدناءه والتدني ده، وبعدين انت اللي تطلع مستقبلا ها تعاير بيه. هذا موقف ما يعديش، وطالب برزنتيشن وطالب النادي الاهلي بمواصله الامر مع النيابه حتى لو كان مش هنستفيد منه فيما يخص المباراه، لكن تاريخيا لابد ان نوصل للفعل ده، والا سيتجرأ وتتكرر الامور دي وسوف تحدث ما هو اكثر من هذا. أنا أعتقد هي ديت المسؤولية، وهو ده الضروري وهو ده الحتمي، إنه في أطراف محترمة في شركة محترمة حاليا تدير ملفات الرعاية للرياضة المصرية كلها تقريبا، والنادي الأهلي الكبير العظيم اللي بترتبط بيه أفئدة ومشاعر ووجدان الملايين من جماهيره، لما تتهم هذه الشركة ويتهم هذا النادي في أخلاقهم بتقديم رشل لمدرب جزائري في أوراق محررات تزور بهذا الشكل البين الفج، فإذا كانت المباراة خلصت وإذا كان تداعياتها وتأثيراتها
تركتها هذه الورقة القاتلة فالفاعل يجب ألا يفلت بالمرة. المفترض ان كل كان الاطراف بقى المعنيه لانه الطرفين اتهموا هذه الورقه وحد مكسوفين منه للطرفين. وحد ايا كان مين يطلع بالظبط. هو ما هو انت في النهايه مش هتقدم وجود الناس بهذا القدر من الشر عندها ان تتصور محررات ممكن تؤجج مش تؤجج تحدث فتنه بين شعبين وازمه دبلوماسيه بين بلدين. وسبق ان افلت من فعل هذا في الجزائر في مباراه الجزائر ومصر وما زال يستمتع بـ 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 بنجاحه. فتكررت الامور اهي وهتتكرر المره دي وممكن تبقى المره الجايه مع المغرب واللي بعديها مش عارف. ده هذا امر خطر لابد ان نصل الى الحقيقه ولابد ان يحاسب ايا كان هو مين من اجل مصر من اجل الاجيال القادمه من اجل مصر من اجل الاجيال القادمه. طيب جمهور الاهلي تابع كل هذه التداعيات إلى أن حدثت الصدمة المؤلمة جدا. بس حتى هذا الشعور الحزين النبيل بعمقه وبجرحه وبوجعه بمشاعر الألم اللي فيه طمأنت الكابتن محمود الخطيب على حاجة نشوفه. خسارة فريق زي الأهلي مثلا حاجة طبعا الشعب المصري ب 80% ولا 90% أهلي وبيحب النادي وكل حاجة رغم إن ده موجود في عالم كرة القدم. النهاردة برشلونة بيخسر 4 وقبل كده احنا خسرنا حتى مع النادي الأهلي في لقب 2007 كابتن محمود هنا مع النجم الساحلي. لكن ده بيدي حتمية لكل واحد بيبقى عنده دور. الناس بتتساءل أو أنا بتساءل كمية الحزن اللي موجودة في الوقت على الشعب المصري بمختلف ميوله أو مختلف اتجاهاته بتخلي دايما في للاهلي مكانه عند الناس. مهم جدا ان حضرتك توجه رساله للناس في الوقت ده كابتن محمود. لا شوف احيانا يمكن دي برضه اخر حاجه عاوز اقولها قبل ما اقفل معاك. انا زي ما قلت في البدايه انا مقدر جدا حزن الناس وغضبهم وانا شايف الحقيقه ان حزن وغضب جماهير الاهلي ده شيء بيطمني على النادي. كلام جميل. يا بمعنى زي ما قلت لك انا كنت حزين جدا انا شخصيا. وحزن ده اكتر حزن كان الاكبر يعني الحقيقه يعني. كان الاكبر على مشاعر جمهور النادي. وزي ما انا قلت لك دلوقتي لكن انا شايف ان حزن الجمهور ده وغضبه ده مع انه صعب قوي ولكن ده شيء بيطمني على النادي. الحقيقه بيطمنا على النادي الاهلي اللي ما بيقبلش ابدا يكون يعني غير رقم واحد وان شاء الله باذن الله هو ده النادي الاهلي. هو ده التقدير لمشاعر الجماهير بالتاكيد. يعني هزيمه ما كانتش ابدا متوقعه بهذا الشكل. الاداء بعد تسجيل الجانب التونسي هدفه ما كانش الأداء يليق بالنادي الأهلي. المدير الفني ما طورش الأداء وفقا لمراحل المباراة. هل توفرت له العناصر؟ هل توفرت له القدرة؟ هل لم يمتلك الجرأة على أنه هو يقدر يغير أسلوب اللعب ويقدر يطور الأداء حسب متطلبات كل مرحلة؟ في النهاية وقعت الواقعة وحدثت الهزيمة وأصيبت الجماهير بهذه الكدمة النفسية الغائرة جدا اللي زي ما قلت لكم كان نتائجها صعبة جدا. لكن ربما الجزء اللي له معنى في ده اللي قاله الكابتن الخطيب انه ده بيطمئن الأهلوية على ناديهم انه جمهور الأهلي اللي هو حماه هيخلي أي مسؤول وأي لاعب وأي إداري وأي مدرب وأي رئيس نادي وأي مجلس إدارة يبقى عارف باستمرار المكان الطبيعي اللي بيسعد الأهلوية إن يكون الأهلي على منصة التتويج. غير كده الناس ما بتقبلش وده ضريبة إنك تكون أهلاوي. الأجواء اللي حصلت في تونس وبرج العرب وتسببت في هذه الهزيمة والأسباب الفنية التي أدت إلى هذه الخسارة هنناقشها بعد الفاصل
ونرجع لجمهور التالتة شمالية، وهو ده الأهلي اللي يفخر به كل أهلاوي ويزهو به كل مصري محب الوطن. أنا بتكلم على نادي بيسعى لللقب تلو اللقب عشان يناطح كبار أندية العالم، هي دي مكانة الأهلي وهي دي قيمة الأهلي. النهاردة لما الاتحاد الأفريقي هيعلن التصنيف الجديد لأندية القارة هتلاقوا الأهلي مازال رغم للمرة الثانية، لكنه للمرة الثانية بيبلغ النهائي، صحيح بيفقد فرصة إحراز اللقب لكن بيحافظ على صدارته، هي دي قيمة الأهلي. ودايما وأبدا تعثره في أي نقطة بتتحول إلى قوة دفع قوية إن شاء الله للمزيد من البطولات يا باشمهندس. أنت لو إن شاء الله لو أنت قيمت الأهلي مجردا وبعيدا عن المباراة يعني أنت بتتكلم في إيه؟ لكن إحنا كلامنا عن المباراة، أنا زعلت قوي ليه؟ لأن كانت هتقربني خطوة من تضييق الفارق بيني وبين ريال مدريد، يعني كنت هاخد لي نقطة للمشاركة في كأس العالم للأندية بطولة، بدل ما يبقى الفرق خمسة هيبقى أربعة. المجد والعوائل. وإذا لعبت السوبر وخدتها كان هيبقى بطولتين. صحيح. كان هيبقى فرق ثلاثة. ضاع مني الفرصة دي. دي تزعل. لكن خيرها في غيرها ونعوض بإذن الله. ويبقى الأهلي دايما وأبدا عظيم بقيمته، عظيم بمكانته، عظيم بدوافعه. اللي معاها جمهوره لا يقبل إلا منصات التتويج. إن شاء الله دايما وأبدا الأهلي بطل. لكن الأهلي الملهم، الأهلي المحرك لوجدان ومشاعر هذا الشعب، دايما وأبدا بيلهم كل الشعراء وكل من يمتلكون ناصية الكلم إن هم يبدعوا في التعبير عن أحاسيسهم ومشاعرهم تجاه هذا الكيان الوطني المحترم. معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور سيد ألماظ عضو النادي الأهلي والأستاذ الدكتور بالقصر العيني، واحد من الشعراء هو شاعر الأهلي بالتأكيد، اللي دايما وأبدا الأهلي حتى في أطراحه قبل أفراحه بيلهم محبيه. دكتور سيد أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ إبراهيم، وفرصة سعيدة جدا أن أنا ألتقي على قناة الأهلي، وإن شاء الله الأهلي هيفضل عظيم وكبير دايما إن شاء الله برجاله وأبنائه وجماهيره وأعضائه. وانت راجل دكتور طبيب، لكنه كتير من الاطباء في التاريخ الحقيقه استهواهم الشعر واجتذبهم الادب، فيبدو انه الاهلي الهمك زي ما قلت لنا قبل الهوى، وعندك قصيده مهمه للاهلي في هذا الظرف. نعم، انا يعني اجمل ابياتي اعتبر انها كتبتها بوحي والهام من الأهلي، لأن حبه بيجري في دمي منذ كنت في المرحلة الابتدائية. طب اتفضل يا ريت تسمعنا وتسمع جمهور الأهلي بعضا من أبياتك يا دكتور. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عش للمبادئ قلعة وشعارا، يا من لأجلك أنشد الأشعارا، وارفع صروح المجد باذخة الذرى، استلفت الأسماع والأبصار، وافخر بجندك إنهم لك عدة، في كل أمر يرتجي الأحرار، رفعوا لواء المجد يخفق عاليا، للحق والخلق النبيل منارا، صنعوا لك التاريخ يروي قصة، بهرت عقول الناس والأفكار، أرسوا دعائم نهضة قامت على أيدي رجال أنطقوا الأحجار، ما ضر لو يكبو جوادك ساعة، ما دمت تقطع في الوغى المدمارا، إن كنت فاتتك البطولة مرة فلقد ظفرت بمثلهن مرارا، في كل ركن فيك نبض بطولة قد نلتها متفردا مغوارا، في كل ركن فيك معنى خالد
للمكرمات إذا الجميع توارى. يا نادي القرن، يا نادي القرن العظيم، تحية لمقامك الأثنى سما وأنارا. يا نادي القرن العظيم، سلمت من سوء وزدت مهابة ووقارا. من ذا، من ذا ينازعك البطولة والفدا؟ من ذاك يبلغ منهما معشارا؟ من ذا يطاولك البناء وإن بنى؟ من ذاك يدرك صيتك السيارة؟ يا نادي الأهلي، يا نادي الأهلي، نشأت مكرما وعلوت فوق المشترى مقدارا. يا نادي الوطنية المثلى، إذا مصر الحبيبة نادت الأبرارا. يا نادي الشعب الأبي وحصنه، دامت رحابك موئلا ومزارا. ثم الصلاة على النبي وآله، ليلا نردد ذكرها ونهارا. والسلام عليكم. شكرا جزيلا. أحسنت يا دكتور. كثير من الأطباء بيبقى عندهم مواهب فنية عالية. صحيح. تجد فيهم اللي بيلعبوا آلات موسيقية، وحتى يعني حتى تجويد القراءة الدكتور نعينة يعني. صحيح. صحيح. واحد من ألمع في تاريخ القراءة. ما هو المنتاليتي برضه ناس يعني على المستوى الذهني ما شاء الله. دكتور شكرا جزيلا يا دكتور سيد. شكرا للدكتور سيد ألماظ. دكتور طبيب في القصر العيني وعضو اللجنة الطبية في الأليوبية وعضو النادي الأهلي، وشفنا إزاي تفاعل مع الحدث. عشان كده زي ما بقول لكم، الأهلي سيبقى دايما وأبدا هو الملهم. ليه اللي حصل حصل، أو أجواء هذه المباراة الصادمة؟ الحقيقة كان ممكن نستعرض كتير من التعليقات بتاعت الصحف والمواقع، لكنه احنا عندنا حاجة في مصر دايما وأبدا بنكتب حسب المود العام. عارفين ان الجمهور متضايق، فنفتح شنطة الحاجات اللي تضايق عشان نرضي الذوق العام، بغض النظر عن احنا بنعمل ايه، او بننكأ الجراح بشكل ازاي، او حتى بنضلل الحقائق ازاي. فهتلاقي، ودي مش مع الاهلي بس، الحقيقة في كل المباريات الكبيرة، فضيحة، نكسة، وكسة، ألفاظ ضخمة جدا تتعدى حدود الحدث الرياضي. هزيمة رياضية موجعة، ضياع للأهلي فرصة إحراز لقب كبير مهم، أداء بعد الهدف الأولاني للأهلي غير ملائم وغير لائق بقيمته ومكانته. لكن ده ما يتوهش الحقائق. أقرأ حد يقول لك أصل الأهلي هو فين قطاع الناشئين فيه؟ ده ما فيش ولا لاعب من الأهلي في الفرقة، والأهلي التشكيل اللي كان موجود في الملعب 6 من ال 11 من ولاد النادي الاهلي بس. ما هي لحظه الغضب تسمح بكل شيء. اقول بقى واقعد انت انفي. بالظبط. استاذ ابراهيم، انا همشي معاك في التحليل الفني. انا لا ارى في هذه المباراه اي اسباب فنيه اكثر من ان الفريق دخل المباراه مهزوم معنويا، قاوم إلى أن دخل فيه الهدف، فأصبح كل شيء في الملعب عشوائي. الفنيات كلها مش هتخرج على كده ويقول لك ما أداش النهارده، هو راح فين وما جاش. الأسباب اللي تسبق المباراة لا يمكن أن تسفر إلا. ولذلك أرجع تاني أقول لك، لما أنت كنت بتتكلم معايا قبل المباراة أنا قلت لك إحساسي الآن اللي ما رضيتش أقوله قدام الجمهور عشان ما بقاش نشاز كله متفائل. قلت لك انا مش عاجبني المناخ اللي رايح يلعب فيه الاهلي، لا يسفر على لا روح قتاليه ولا روح معنويه ولا روح جماعيه ولا فكر. تفكيرك انت ممكن يتشل بحجم الكراهيه اللي حواليك وحجم التشهير اللي تم قبل المباراه. طيب، لكن يبقى الراي الفني من بعض الخبراء، من بعض الاعلاميين، هنسمعه لازم. نشوف اللي حصل من الناحية الفنية، أجواءه إيه وأسبابه إيه. والبداية مع الكابتن عصام عبد المنعم في قناة أون سبورت.
البداية كابتن عصام قال مش عايزين نبالغ أو في موضوع الهزيمة والحزن لأن السياق مقبول، وختم بأنه مش ده السكواد الأمثل أو اللي يقدر يطمن على النادي الأهلي، وبما يعني يفيد أنه عايز تدعيم. وأعتقد أن كابتن خطيب رد على النقطة دي، أن في تدعيم وفي شغل بإذن الله هيتم، وربنا يوفق الناس المسؤولة. إنها ما هو رغباتك مش كفاية، اللي قدامك بقى كمان يوافقك، يعني عملية معقدة، لكن بإذن الله نصل لحاجات كويسة كما رأيت من الاستعداد اللي شفته. طيب الكابتن عصام اتكلم في جزئية بناء الفريق، وإنه الفريق في خلال سنة أو من خلال الموسم فقدان الهوية، ولذلك أصلك المشكلة أنك هتقارنه بما قبل، بما سبق، مش بما سبق، بما أسبق، بأسبق هتجد لا طبعا. لكن أنت نوعية مختلفة، أنت متعرض أنك أنت الذبذبة في الأداء قابلها ثبات إلى حد ما في النتائج لحد الشهر الأخير. الشهر الأخير كان كارثي في نتائجه، يعني لا على المستوى العربي كان كويس، ولا على المستوى المحلي كان كويس، ولا على المستوى الافريقي كان كويس، بما يشي او يعني ان لا في حاجه طبعا بتقول ان الناس بتؤدي اقل مما هو مطلوب منها. او انا مش عايز اقول ده اخرها، لان انا يعني برضو ما زال عندي امل في ناس كتيره منهم تكون تقدر في ظروف احسن تدي بشكل أفضل لحد ما يحصل ثبات للفريق. لكن أنا كنت ضد، أقولها بقى وخلاص، اتفضل، إن أنا كل عقوبات بإبعاد لمدة طويلة. عندك فلوس اخصم، لكن حتى لو كان في سقوط فني لبعض العناصر اللي أنت بتستبعدها، اديلها الإحساس إنها تجهز نفسها عشان هيعتمد عليها وحاسبها. ما بقولش إن ضد الحساب، لكن أنا ضد الإقصاء والإهمال. فبالتأكيد ده أدى إلى برضو تغييرات 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 الهوية. هي الشخصية بتيجي من إيه يا أستاذ إبراهيم؟ أنت عندك فريق كورال، لو كل طلعة مسرح يغيب خمسة ستة وتحط خمسة ستة جداد، مش ممكن الهرمونية هتيجي زي ما أنت عايزها، أو التناسق أو التناغم. إحنا في ظروف صعبة، والغيابات في اللعيبة المهمة كان لازم ان يبقى فيه بدائل على نفس القدر، بس هتجيبهم منين؟ انت حتى لو انت عايز من السوق المحلي، ما تتصورش ان الاسماء هتجيلك تفرق الا اذا كان الفرقه واقفه على حيلها. ان اللعيب اللي يخش يغير المنظر، لازم عايز لك ابو تريكه وبركات وعماد النحاس واسلام الشاطر وشوقي، جيل يجي مع بعضه كده فترة خصوبة. ده حتى لما تشوفه على مستوى المنتخب هو مش موجود. انت كان طول عمرنا بنعتمد على المحليين لانه كان عاليين قوي عن المحترفين. دلوقتي قوامك الرئيسي هو المحترفين. ده دليل انك انت محليا لسه مش او اللي موجود ما نضجش على كافة الاندية انه يبقى هو ده اللعيب اللي تقدر تقول خد الراجل ده في الحته دي هيدي لك اللي انت عايزه. فهي برضو الرغبه في الاصلاح لازم يقابلها وجود البضاعه المناسبه اللي انت لما تطمن تجيبه يشتغل على طول ويديك اللي انت عايزه على طول. نتمنى التوفيق ان نوصل لهم اتنين تلاته اللي ممكن يعملوا كده، لكن ممكن معاهم واحد اجنبي يعمل لك، زائد بقى تجيب عناصر تجهزها تكون واعده بحقيقه. يعني النقطة المهمة في السياق بتاع الكابتن عصام عبد المنعم انه في خلال السنة الأخيرة لازم نحط في اعتبارنا حاجة، هو مجلس الإدارة الحالي لما تسلم المهمة تسلمها في نوفمبر من العام الماضي، يعني من سنة تقريبا، كانت كل العناصر اللي في التيم الأساسي دلوقتي في النادي الأهلي كان تم التعاقد معاه، تم إضافة اتنين في فترة لاحقة مع المجلس الحالي، كوليبالي وصلاح محسن وأحمد علاء واحمد علاء، انا بكلمك على اللي لعبه
اللي لعبوا هم دول. انا نسيت اقول احمد علاء في الناس اللي كان المفروض تتجهز بالظبط يعني، ونشوفه نحكم عليه ازاي يعني. فهي اذا كان في جزئيه فنيه في سياق اللي حصل، سرعه الدفع بالعناصر اللي تقدر تؤدي هذا الواجب، التاخير في الدفع بالعناصر سواء الموهوبه من تحت واثبتت فعاليتها وجدارتها وقيمتها وتميزها زي ناصر ماهر ومحمد حمدي وغيره، هذه العناصر اخذت وقت في الدفع بيها. الوقت ده كان غير مناسب لمواجهه على الاقل كل الارتباطات. لاعب بيغلط زي ما المهندس عدلي قال بيتخصم له، انما حته الابعاد بتفقد الفريق حقه في انه يلاقي عنصر كويس متميز موجود. ناهيك على طبيعه العقاب بالنسبه للاعب صاعد، انا لسه بعلمه الصح من الغلط بآليه مختلفه عن لاعب كبير عنده خبراته. اسمع بقى يا استاذ ابراهيم، فخطأه عزيز شويه، وكمان لازم اللعيبه تفهم هي بتلعب فين بالظبط، لازم كل واحد يبقى مدرك مسؤوليته. ما انت كمان ممكن تيجي تقول الجهاز الفني يقول لك انا مش ما عنديش الوقت ولا الطرف ان انا اقعد اعلم ده واعلم ده وطبطب على ده واقوم ده، لازم انا يكون عندي ناس شايله المسؤوليه وحاسه بقيمه وجودها في النادي الاهلي. يعني ما ينفعش ان لاعب يروح يلعب خماسيات. انا مستغرب قوي على كابتن ناصر انه يقع في هذه الهفوه. انا بدي دي كمثل لان هو كان من اللعيبه اللي محطوط عليها امل، كان زمانه يعني استوى شويه وقدر يدلنا حاجه اكتر في الفتره اللي فاتت دي. خلينا كلنا بما فينا اللعيبه وفينا الاجهزه والمسؤولين نعرف اخطائنا، نتعلم كمان من التجربه ان احنا ممكن نغير وسائلنا واساليبنا بالظبط. ان يبقى في لعيب موهوب ما ينفعش يبعد، وما فيش لعيب موهوب يغلط او على الاقل يتعلم من خطأه. طيب ده رأي الكابتن عصام عبد المنعم. وفي حتة فقدان الهوية انا اعتقد الكابتن محمود الخطيب جاوب عليها في التأكيد على اهمية مراعاة شخصية الاهلي، وانه كل من هيمثل الاهلي في المرحلة اللي جاية لابد ان يتسم بشخصية الاهلي. شخصية الاهلي هي ديت اللي بتحقق الحفاظ على الهوية، وهي اللي بتسند الفريق في المواجهات الصعبه. دي اللي كانت ضايعه ودي اللي اتفق عليها الاثنين. طيب الكابتن او الاستاذ حسن المستكاوي ايضا في اون سبورت، نشوف رايه فيما حدث. طيب الاستاذ حسن المستكاوي يعني بيتكلم على الماتشين وشايف انه في المباراه الاولى الخطوره ما كانتش كبيره. 3-1 في رايه، عايز يقول انها نتيجه خادعه مش على قدر المباراه، خلتنا شوينا السمك قبل ما نصطاده حسب تعبيرك. وده احد الامور ان كلنا يمكن حتى في الاستوديو بتاعنا حتى الناس مستسهله الماتش. ما هو الاهلي لو خسر واحد، كلمه لو خسر واحد يبقى يعني انت رايح عشان ممكن تخسر واحد. تخسر واحد، خسرت اتنين بره، دي الخطوره انك لو خسرت اتنين بره. لكن المناخ العام هل كان يمكن للعيبه ان تؤدي افضل من هذا؟ في شيء خفي خلى اللعيبه دي بمجرد ما دخل فيها جون حست بايه؟ شلل فكري. مفيش 3 باصات شفتهم في الشوط الثاني يا ابراهيم، ما شفتش واحد حتى داس على الكره ودخل عشان ياخد له فاول على ال 18 يمكن يشوط، او ياخد الكره على الطرف يمكن ياخد ضربه ركنيه يمكن يجي من كره ثابته جول. انما كله للشناوي، الشناوي يرفع ومروان يطلع ومفيش. طيب ما هو ده دليل ايه؟ النسق الفكري، الرابط الفكري اللي بين اللعيبه راح، ودي حاله نفسيه مش حاله فنيه. دي حالة نفسية بتخلي خلاص كلنا مهما قلت بقى يا جماعة نمسك نفسنا، مفيش ليدر يقدر يلم لحظة الارتباك اللي حصلت. أنت دخل فيك جول، كان لازم يبقى التركيز كله حيطة قوية دفاعية كتلة صلبة، مش الناس تنقل بالسهولة دي وتجيب جول. أنت يعني أنا شايف إنها هزيمة معنوية أدت إلى هزيمة فنية. طيب من الناحية الفنية يعني لأن إحنا لأن أنت مش ده مردود الأهلي مهما، مع احترامي لكل اللي اتقال صحيح الهوية والشخصية والنتائج، لا الأهلي بيأدي أحسن من كده بكتير يعني. الأهلي بس أنا الحقيقة لما أبص للنسق الفني أو الرسم التكتيكي بتاع الأهلي من بداية مانويل جوزيه هلاقي عمود الخيمة في كرة النادي الأهلي صانع اللعب
وكان محظوظ مانويل جوزيه انه جه محمد ابو تريكه، فاصبح شكل الاداء انت بتنقل وبتدور لغايه لما بتنتهي عند صانع اللعب. ده الفتيس بتاع الفرقه، هو اللي بيحرك الجنبين وهو اللي بيلعب في العمق. فضلت انت محافظ على النسق. لا حاجه مهمه كمان، ان عندك صانع لعب تاني في خط الظهر اسمه عماد النحاس. عماد النحاس فبيبدا لك، ما فيش تشتيت، بيبدا لك من تحت، انت كورتك بتبتدي من تحت. كويس، ده الشكل الفني او شخصيتك الفنيه اللي تكونت في ال 10 11 سنه اللي فاتت واللي جابت البطولات. لما مشي محمد ابو تريكه واعتزل، عبد الله السعيد قام بهذا الدور بعد كان فتره، كان قبل، خلي بالك حصل دروب برضه لحد ما عبد الله عمل الدور ده. في وجود ابو تريكه كان عبد الله بيتوظف صانع او هاف ديفندر تاني متحرك، حسام عاشور مستقر مقيم في نص الملعب، وعبد الله السعيد هاف ديفندر متحرك عنده 50% من واجباته اللي هو مجلية. لما ابو تريكه بطل بعبد الله السعيد اتنقل عبد الله لرقم 10، وحسام غالي هو المتحرك بالظبط. اصبح انت عندك ابو تريكه لا ده ولا ده، اصبح وعبد الله السعيد هو صانع اللعب، هو الممول للجناحين، واحد يمين وواحد شمال وراس حربه صريح. طيب ممكن اسالك سؤال نقف هنا بقى. عبد الله السعيد صانع اللعب وده حقيقي وبيتحرك تحرك انه بيدي لك الكوره بيتحرك لك. لكن لما كانش لقى معلول واجاييه وازارو، تفتكر اداؤه كان هيبقى عامل ازاي؟ لا طبعا هيقل كتير، زي ابو تريكه لو ما كانش لقى بركات وفلافيو وعماد، نفس الحكايه. ما هو انا عماد متعب طبعا. انا اوكي انا بلي ميكر، بس ميكر لمين؟ لمين؟ انت لازم يبقى عندك، وده عشان كده انا بقول لك هي العمليه فيها اربع خمس لعيبه. انا لما قلت لك ان لو كان عاشور بص على شماله، بص ابو تريكه هنا مثلا، شوارب عايز يفكرني اهو، بيروح يا يخلق مساحه ويسجل، ده الماتش يا يبدا يحرك الناس. طيب اللي حصل بعد كده ايه؟ ما احنا متفقين على المصارحه، حفظت انت على النسق الفني بتاعك مع عبد الله السعيد، وحدث انه عبد الله السعيد لا برضه تاني، ما انا مش عايزين نقع في الغلط. يا سيدي ماشي يا سيدي، بفعل الاطراف اللي معاك كان في تيب، لما انت عبد الله السعيد يبقى اطرافه قويه والباكين اقوياء، وبعدين الاطراف تضم وتعمل كروسات مع بعضها، كل كويس. ده كويس. يخلق عند صانع الالعاب حلول كويس، ده مش موجود كده. انت جيت دلوقتي بعد عبد الله السعيد، لو تفتكر اول ما عبد الله السعيد حصل اللي حصل وناصر ماهر ظهر مع سموحه، كل الناس تمنت او انبسطت انه اللاعب ده معار، لانه تقريبا اهو عماد النحاس في دور صانع اللعب اللي جاي من تحت. انا بقول لك فرقه كلها، عشان كده صدقني اللي هيحل المشاكل لعيبه الكوره. شوف بقى انت بتلعب دي اللحظه دي، كنت مغلوب 2-1 ودلوقتي بيجري وفاضل 5 6 دقائق ولا 3 4 دقائق. شوف الثبات اللي عند الفرقه انها مستمريه بتلعب بشخصيتها بنقلها دي، عشان في سكواد، في مجموعه مع بعضها. لا شادي، لا شادي محمد ولا وائل جمعه قبل عبد الله، قبل عماد النحاس كانت دي كورتهم، لكن لا واحد دوره معاهم خلاهم بيلعبوا بنفس الشكل، بنفس الشكل بتبدا من تحت، ده يعني بتبدا بتبص على الارض، تاثير ان يبقى عندك كرواجيه عقل ورا. انت بعد لما حصل اللي حصل وبدات تعتمد على ناصر ماهر، وانا بقول لك مش الفكره في اللاعب ده، الفكره في قدرات هذا اللاعب في هذا المكان اللي حدث فيه فراغ مفاجئ. انت سددته بمين؟ انا كان لازم كجهاز احافظ على النسق الفني بتاعي، على الشخصيه الفنيه المميزه لكورتي اللي الناس كلها طالعه بس ده بتمرن عليها. ده جهاز جديد وله نسق مختلف. اعتمد على ايه؟ انت شلت واحد ونقلت وليد سليمان من طرف مؤثر، كان واحد من الاطراف المؤثره مع عبد الله السعيد، جبته من الطرف وهو لاعب اعصر. وليد سليمان بكل خطورته لاعب اعصر، مش مألوف ولا معتاد البلي ميكر المتميز انه اشول، ده قوته إيه؟ وخطورته انه بيلعب بالاثنين. بص الاربعه اللي تحت الفيرود يعني ثلاثه وغيارهم، شول، محارب، وليد، ميدو، ميدو جابر، ميدو، كله اشول. فانت حطيت وليد سليمان من الطرف المتميز في ناحيه الرايت انه يبقى يلعب صانع لعب، ما يعني
في لعبها بخبراته واخد بالك وبروحه وبغيرته، لكن كان ممكن وليد ده يبقى انتاجه اعلى بكتير جدا وخطورته على الترجي اكتر لو انت فضلت محافظ عليه في الطرف اليمين واخد بالك، كان هيعمل لهم مشاكل. الترجي كانت مشكلته في الديفنس بين قلبين الدفاع، وانا حتى سمعت الكابتن محمد عمر حللهم بشكل رائع لانه كان واجههم قبل كده، انه عنده مشكله جدا في قلب الدفاع بتاعه. انت ريحته منها بالكور الطويله العاليه، انت استدعيت كره الثمانينات او التسعينات حتى وقت ما كانش عندك صانع لعب كويس، مرحله ما قبل ابو تريكه في الجيل بتاع نهايه التسعينات او نص التسعينات كنت بتلعب الكره ديت من ايام هارس. اعتمدت على ايه؟ انه مروان محسن محطه، فكوليبالي او اي حد من تحت بالونه عاليه ويطلع مروان يطلعوا معاه. انت كان لازم تفطن الى انه ابرز ما يميز الترجي الاطوال الكرات العاليه بتاعتهم، فانت بتلعبهم بسلاحهم هم، فبالتالي فقدت قدرتك على ان انت كنت بتقول ايه، حد يمسك كوره من القلب ويبدا يروح، حد يمسك كوره ويفوق الفرقه، حد يمسك كوره ويعيد التوازن النفسي يعني للعيبه. انت متخيل واحد زي ما عندكش حد يمسك الكوره، انت متخيل لو واحد زي حسام غالي ده في الملعب كان الفرقه دي اتنظمت ولا ما كانتش اتنظمت؟ طبعا طبعا، كانت شخصيه القائد بقى. انت ما فيش، مش بس القائد، شخصيه اللاعب نفسها، شخصيه، مش الشخصيه القويه، شخصيته الفنيه، القدرات الفنيه، شخصيته الفنيه. ايوه، وانه يقدر يستنفد، يعني يستنفر الهمه ويحركك، روح كده عشان هعمل لك كذا، روح كده عشان هعمل لك كذا. ده مش موجود لانك انت كنت عندك شلل فكري. يا ناس صدقوني الفرقه دي اتشد الفيوز بتاعها بالجون الاولاني اللي جه. انت جون طيب انت عايز صانع اللعب عشان توصل وتجيب اجوان. انت لو حطيت صانع اللعب وصلاح محسن فرود خطورتك هتبقى في القلب كلها. استاذ ابراهيم بس خليك معايا لحظه، انت الشوط الاول لعبته ازاي؟ ما انت لعبته انك ما تخشش فيه جول. انت خايف منهم، ما حطيتش الخطه البديله فيما لو دخل فيا جول. بالظبط، هي دي فرقتي تعمل ايه؟ بالظبط، انا بقول لك انت ما طورتش ادائك للمتحولات. الفرقه دي مثلا تتصور ان ما راحتش الدنيا، ما انا لسه يقدر اجيب جون يفضل كده. طب عشان افضل كده اعمل ايه؟ عشان اجيب جون اعمل ايه؟ كل ده كان فيه انا ما شفتش فكر عشان اقدر احلله. ما هو اصلا انا عشان اقعد احلل، انت شفت خوف، انا شفت ناس، الاهلي خايف والترجي مرعوب، وسلوك فردي من كل اللعيبه. كل لعيب بنفسه يفضل يمشي لحد ما تتقطع منه كره تبقى. هو الجون الثالث جه ازاي يا راجل؟ الراجل بدا من قبل نص الملعب. لا دي باصه ملهاش اي مبرر، ده مفيش حد ولا ده راجل لوحده، وفي لعيب من الترجي بينه وبينه حوالي 15 متر، وفي ظهره لعيب من النادي الاهلي وحده ب 15 متر، يعني كل المطلوب تعدي الكره دي في مساحه فاضيه عشان تبدا هجمه من ناحيه الشمال. ارتباكك الذهني انه اداله الكره في رجله، فانت خلاص بقى الوضع الدفاعي بتاعك انتهى. انت اتنين من الترجي مع اتنين من الاهلي بيجروا بنص ظهر، دول يترقصوا على طول، فراح واخده كده وشاد. طبعا نفذها بشكل جميل جدا وشوطه هايله جدا ولا يسال عليها الشناوي دي. لكن الباصه دي اتقطعت ليه؟ هل ده طبيعي انك انت يبقى مفيش غير واحد قدامك وزميلك وراه تقدر تمرن من هنا وتمرن من هنا وتمرن من فوقه تديها له في رجله عشان يبصيها؟ هذا هو التوتر الذي بيقول لك انا شفت كذا مشهد. لا اللعيبه دي مش بتفكر في الملعب خلاص، واحنا مش عايزين نقول ان هو ده النادي الاهلي، لا هذا ليس النادي الاهلي حتى باللعيبه دي عندها، وشفنا منها، لا شفنا منها احسن بكتير من الكلام ده. الترجي كان في قمه قلقه وخوفه، يعني ده هو اللي كان بيشتت الشوط الاولاني يعني ومرتبك ومش عارف يبصي. انت لو بدات بشخصيه الاهلي جريء عليهم ورايع عليهم، بقول لك لو امتلكت الحلول اللي في الاهلي برضه على ان وده ما بقولش انه غلط، بس حتى لو انت معنويا مش مهيئ انك تروح عليهم، بس على الاقل حافظ على ارباكهم بان الكره تفضل في رجلك. باصي المس باص في الفرقتين كان عالي قوي الشوط الاولاني، ما هو دي الحاله النفسيه ده اللي انا بقوله بقى.
عشان انا اقعد احلل حاله فنيه بناء على واحد مذاكر دخل قدام الامتحان جاله صدمه نفسيه، هقعد اقول له بس هد اهدى وفكر واعمل خلاص، انت ما اديتوش الخطه البديله او انك انت هيأت انه ممكن اللحظه دي تجيلك ساعتها تعمل ايه؟ طب نشوف واحد من اللي كانوا بيمتلكوا الحلول وفريقه الاهلي باذن الله تعالى هترجع لقوتها والاهلي هيستعيد شخصيته لما يتوفر العدد الموهوب من اللعيبه في الملعب. عدد اللعيبه الموهوبه هي اللي بتصنع الفارق وهي دايما وابدا اللي بتفرض كلمه الاهلي على اي منافس في اي مكان. كتر لعيبه الكوره، حافظ على الموهوبين، تقدر باذن الله تعالى تتحدى او تتخطى اي حد. واحد من اللعيبه اللي كانوا بيمتلكوا هذه الحلول الفرديه بامتياز وليد صلاح الدين، هو كمان كمحلل عنده نفس القدره الماكره. نشوف. مش عايز تعترف لي بحاجه؟ وليد زي ما كنت جسس عليه. والله ما سمعته. بس انا شفت الماتش كده الحقيقه. و عشان كده انا مش حابب قوي فكره التحليل الفني زياده عن اللزوم، لان بتكلم ناس ما كانش عندها القدره على التفكير. انت دخل فيه جون انت ما عندكش البدائل الخططيه اللي انت او الحلول اللي تتقال لك لو دخل فيه جون تعمل ايه؟ طب لو دخل فيه جون تعمل ايه؟ ما انا مش شايف ان حد، ما هي دي بقى الـ 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 التفكير الاستراتيجي. هل ده اتقال عشان ما اظلمش؟ هل ده اتقال انك انت كنت بقى دايما عندك المباراه مقسمها على سيدي اي حد كم وحده؟ اذا هو ده التخطيط. ده التخطيط الاستراتيجي. ما في، لازم يبقى لك استراتيجيات كده تتغير، يقول لك الخطه ا والخطه ب، ده في الافلام حتى. الجا للخطه ب، ان انا لو حصل كذا غير متوقعه اعمل ايه؟ اعمل كذا، ما تشلش. انا يبدو ان اللي شافوه في الـ في الـ في الـ هناك وسمعوه من ان الاتوبيس اتضرب، وطبعا في حاجه خلت الناس دي، ولازم نعرفها ان هي ما بتفكرش. اصابه هشام محمد، الاجواء حتى اللي احيطت بيها البعثه، انت من اول ما توصل لتلاقي نفسك في سكن عسكري. واخد بالك؟ و التامين مهم والتامين مطلوب في الظروف ديت، بس ما هي دي الاجواء اللي هم فرضوها عليك، اللي انت كمان لما سافرت لقيتها. التوتر والشحن والقلق والغضب والخوف مع لعيبه ما عاشتش اللحظه دي كتير، يعني حطت نفسها او اتفرض عليها هذا الوضع. طيب سيبكم من ان هو في جمهور للزمالك على السوشيال ميديا يبقى شمتان او شباب صغير مش مدرك للمسؤوليه الوطنيه، لكن الزمالك بقيمته وبحقيقته وبنجومه، نجوم الكوره، لا، عنده تقدير كبير جدا للنادي الاهلي وعنده ادراك لمسؤولياته حتى الوطنيه. واحد من دول فنان جيله حازم امام، له راي ايضا مهم في اون سبورت. نشوف. ماشي. إذن ده راي الكابتن حازم امام في جزئيه وليد، اتفق معاك. ماشي. وليد انت كنت بتستفيد منه. بص العيوب واضحه، عارف، كان ما فيهاش مكابره. وليد كانوا مهتمين بيه قوي. وليد هم كانوا مهتمين بيه ومرعوبين منه. ايوه ابراهيم، مش لدرجه يعني الفرقه كلها هتبقى متبهه لوليد يعني، لكن هم كانوا مرعوبين بشكل عام ومتوترين بشكل عام. لا هم ادوا كوره الشوط الاولاني، واحنا كنا عايزين الماتش يمشي كده ما فيهوش كوره. جه جون في الدقيقه 47 صدر لهم الثقه، لان داخلين اوضه اللبس بقى بمعنويات مختلفه عن اللي انت داخل بيها. انت داخل في اخر ثانيه. تعرف بمناسبة برضو الـ الأجواء الضاغطة ديت، أما تتفرج كويس تلاقي اللعيبة مرعوبة من أن يتحسب عليها ضربة جزاء، تقريبا ساكنهم فكرة أنه الحكم هيصفر. الحكم 10 على 10 يعني، لا 20 من 10 ملوش دور. يعني في شوية كده يعني تضيع وقت ما حسبهمش، لكنه يعني اللعيبة ساكنها الخوف. كل ما حد يدخل حسابهم يعني، كل ما حد يدخل رافعين ايديهم اهو ما عملتلوش حاجه. مفيش ضغط من جانبه، خايف كمان، عنده احساس انه هيتصفر في اي وقت. ليه؟ المشهد العام بالظبط وبيانات الفيفا. ايوه، ادت جرين لايت الفرقه دي، ما خدت حق مش بتاعها في مصر، ممكن تعملوا اي حاجه. وده اللي احنا قلناه، انك انت يعني ان انت الاتحاد الافريقي يسمح لنفسه ينشر على موقعه الرسمي كلام قاله احمد رئيس الاتحاد. ده مش بيان صادر منه على فكره، ده دردشه كان بيكلمها في افتتاح لجنه الانضباط،
فبيتكلم على اللي بيحصل. مين صاحب المصلحة انه يكتب على لسان رئيس الاتحاد الافريقي كلامه على موقع رسمي للاتحاد ليلة المباراة يصف مدرب منافس بانه المتواطئ؟ لا، ده انت المتواطئ، لانك انت لما يكون استقر عندك كرئيس اتحاد انه هذا المدرب متواطئ، فين عقوبة التواطئ؟ انت ما عاقبتوش ليه؟ انت كده متواطئ ضد المنافس. غريبا انه يكتب بيان. مين اللي في لجنة الانضباط بقى اللي سرب هذا الكلام؟ مين؟ ايه الحرص ده على ان الكلام ده يطلع في شكل بيان وهو مش بيان ويتحط على الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي؟ عشان كده انت بتصدر، انت عمال تصدر قلق. في حد في الاتحاد الافريقي كان له مصلحه ان يحرك الامور كما جرت. التوانسه شكروا طارق بشماوي باهتمام دوره، يعني شكروه. طارق بشماوي راجل تونسي بيأدي واجبه مع فريق تونسي. فين احنا؟ مين المصريين اللي في الاتحاد؟ هاني ابو ريده عضو اللجنه التنفيذيه، الدكتور كرم كردي عضو لجنه الانضباط. الانضباط. وبتسال وبتسال مين اللي حط ومين اللي قال؟ ده الكلام ده والنبي. طيب لما اجي لك انت بقى كنادي اهلي، شعور ان الناس عماله تفحت لك، عماله تحط لك مسامير قدام الكاوتش وانت عمال بتحاول تتفادى، لكن في الاخر هتدوس بقى على المسامير وتمشي. الحقيقه اللي كان بيدوس على المسامير ويمشي عماد متعب. افتقدنا نوعيه راس حربه بهذه المواصفات، لكن ما افتقدناش اراءه التحليليه. نسمعه. بحس اللاعب بقى، هو اللي يحس بايه اللي بيحصل في الملعب. هو الراجل ما انتفطش. يقول لك انت ما انتفطش، ما اتغيرتش. هو ده اللي انا بقول، مفيش لو جالي فيا جون هعمل ايه؟ مفيش العناصر اللي في كل خط اللي توقف الخط على حيله، ولسه بدري وتعالوا نلعب وتعالوا نضغط، مفيش انتفاضه. هو شاف ان مفيش روح خالص من اي حد، وانا شايفها شلل فكري. يعني ايا كانت هي نتيجه واحده اللي احنا شايفينه. مفيش ضغط، مفيش انتفاضه، مفيش احساس ان انا اعوض، بس مفيش ثقة في اللاعب بينه وبين زمايله ان ممكن نعمل حاجة مع بعض. كل واحد ماشي لوحده، كل واحد ماشي لوحده يا ابراهيم لحد ما تتقطع منه. مختار. طيب كابتن مختار، يعني بيتكلم على مستوى الافراد، ان في فوارق شاسعة جدا بين الناس اللي غابت. ده الغيابات ما 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 ما, ما ينفعش. ممكن غياب واحد تقدر تعوضه بطريقه لعب او أربعة خمسة تقال او ناس تانية تكون هتخفف عليك الضغط. يعني انت ممكن ما يبقاش عندك الخبرات في مكانك، لكن قدامك ثلاثة أربعة خبرات من خلال الاداء بتاع الملعب يسهلوا لك الماتش، يبانوا لك في التوقيت المناسب، يواجهوك بالطريقه المناسبه، يغطوا وراك بالطريقه المناسبه. لكن لما يبقى كله محتاج حد يعمل له الكلام ده، تبان العشوائيه اللي شفناها بقى، ويبان رأي علي ماهر. اسمعوا. الكلمة الأخيرة بتاعت الكابتن علي ماهر هي مربط الفرس. هو أنتوا ليه مش شايفين إن صحة الفريق القومي مبنية على صحة النادي الأهلي؟ ليه الحرص أو عدم الحرص على إن النادي الأهلي يظل واخد حقه ويدافع عنه وقوي و و و و واسنده بكل قوايا عشان يكسب البطولات؟ لانه قال لك صحته من صحه منتخبنا. صحته من صحه منتخب مصر. صح، ده صح تماما. انت احسن انجازات ليك والاهلي بقى بخير. ولازم لازم لازم يا اخوانا يا اللي شمتانين يا مسؤولين، انا مش بكلم جماهير، الجماهير تشمت ده حقها، الجماهير تقعد تضايق في بعض وتغيظ في بعض، ده هي الكوره كده في كل حته في العالم. الجماهير تصطاد مسؤولين تتكلم معاهم، مفيش مشكله. انا بتكلم على في مراكز القياده الكرويه والاعلاميه في مصر، مش ضروري يبقى كله في الاتحاد، لا، ده في ناس ثانيه مالهاش دعوه بالاتحاد برضه مؤثره. الاتحاد يعني
يعني انت شايف ان الاتحاد عمل عليه انه ساند الاهلي ببيان وسافر معاه، ولا كان ينبغي ان يكون له دور جوه الكاف نفسه؟ كان لازم دور الاتحاد لمسانده الاهلي او دور المسؤولين المصريين اللي في الكاف تجاه الاهلي يكون اوضح من كده واقوى من كده بكتير، على الاقل في موازاه اللي احنا شفناها من طرف يعني انا متصور لو اتحاد مصر المصري حتى من غير نيابه ولا بتاع كان خد الرد بتاع برزنتيشن وبعته للجنه الانضباط ويقول لها حطيه قدامي كنت تبحثي الواقعه دي، لان هو لازم يبقى متخيل ان هتتبحث. طيب لكن هنا بقى يبلغ التربص مداه والتجاوز والتطاول والتزييف والتزوير، انك لقطه في اثناء مراسم التتويج طارق بوشماوي يدي كابتن الخطيب الميداليه الفضيه اللي زايده، بعثة الاهلي مش كلها طلعت استلبت فزادت ميداليه فضيه فيديها له، دي اللي باقيه ليكم، فياخدها كابتن الخطيب علشان يديها للجهاز يشوف مين اللي ما طلعش، فيتقال فيها اللي اتقال، ثم ياتي الرد والتوضيح من الجانب التونسي. يعني كل الاشقاء في تونس اتكلموا عشان يردوا علينا احنا هنا في مصر. لا الاسفاف يا استاذ ابراهيم، ليه التطاول ده؟ قناه او اذاعه موزاييك التونسيه بتوضح حقيقه، يعني وليد سليمان هو اللي ما كانش طلع يستلم ميداليته الفضيه، اي حد ففاضت ميداليه الله فاداها بشماوي لكابتن الخطيب دي باقيه ليكم، فشالها علشان يديها له. نسمع اللي سمعناه ونشوف اللي شفناه، وتضطر الاذاعه التونسيه اذاعه موزاييك انها توضح اللي حصل. يعني التصرف الصغير صغر صاحبه، لما يجي الجانب التونسي الذي يحتفل ويحتفي ويزهو بفريقه يقول لهم ده الخطيب اللي انتم مش عارفينه وعيب اللي انتم بتقولوه ده، ويحكي القصة كما حدثت. ميدالية هو انا ميدالية اللي هاخدها؟ وانا لو عايز ميدالية من الاتحاد الافريقي مش هقول لهم انا عايز ميدالية؟ انا رئيس النادي، لو في عندكم ميدالية زيادة الدهاني ايه اللي يخليني؟ ايه العقلية دي؟ عقلية مريضة، هذا تصرف مرضي، كره مرضي يا استاذ ابراهيم، انا مش عارف اوصفه والله. هي حالة من التربص، حالة من التربص والاستهداف، واعتقد الكل ملاحظها والكل مدركها، لكن دهمنا الوقت واحنا بنقول خلاصة كل ما حدث، اطمنوا على اللي جاي، اجتماع مجلس الإدارة الخميس، كابتن محمود الخطيب زي ما سمعتوه وتابعتوه تحدث باهتمام عن تدعيمات قوية قادمة، عن فرص كتيرة جاية للموهوبين المتميزين، عن تقارير بتبحث وتدرس بعناية جدا، عن اهتمام بتطوير قطاع كرة القدم، وأيضا عن بناء فريق كرة يليق بالنادي الأهلي على المستوى القريب والمستوى بإذن الله القادم بإذن الله. بإذن الله. بس في حاجة عايزين نقولها برضو، والأهلي وإدارته بتحاول تصلح الأمور أو توضبها كما يريد الجماهير، على الجماهير أن تساند، وعلى الناس شبابنا الحلو اللي بيحب يعلق ويكتب، من فضلكم كفاية بقى الغضب، ابتدوا بقى دوركوا الإيجابي في مساندة النادي الأهلي، في تكونوا درعه اللي ما تسمحوش إن حد يتجاوز في حقه. مش يعني موقفنا يشجع الناس انها تتجرأ ويقولوا رئيس النادي حط ميدالية في جيبه، ما هو ده نتيجة ان احنا عمالين نجلد في ذاتنا. فأرجوكوا دوركوا الإيجابي بقى، خلاص عملتوا دوركوا الإيجابي في ان الإدارة استجابت من وجهة نظركوا، والإدارة والله كانت شغالة، لكن اوكي هنعتبر ان هذا وهو ده صحي، حاجة شيء كويس يعني. خلي دوركوا الإيجابي بقى في انكم تدعموا الفرقة وتبقوا الدرع اللي موجود خارج اسوار النادي الاهلي وخارج شاشات التلفزيون. هي دي الدروس، كل الاطراف اللي اخطات شافت اخطائها، كله يتعلم الدرس، وتتحول الكبوه الى نقطه انطلاق قويه دائما ان شاء الله. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى دائما بطلا شامخا، وعلى خير. نلتقي في 9 مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير. انا الاهلي.